مساء الخير والجمال، مساء الهنا والسرور على مشاهدينا مشاهدي قناة دريم وسيداتي أنساتي. والنهاردة يوم الثلاث، حيث اليوم المخصص للرجال، إذن مساء الخير أيضا على سادتي. في برنامجنا وكنا وعدناكم الأسبوع اللي فات لما ناقشنا موضوع معاناة الست بعد الطلاق، وإنها مش سهل إنها تبدأ حياة جديدة على عكس الرجل اللي ممكن يبدأ حياة جديدة وهو مش مطلق أصلا. الرجالة وقتها اتصلوا واعترضوا على كلام الستات اللي كانوا موجودين معايا ومنوريني في الاستوديو، ان لا ده مش حقيقي ومش صحيح. وبناء عليه وعدناكم في الحلقة ان احنا هنخصص يوم الرجال ده هنناقش فيه مشاكل الرجال المطلقين. تطلع بقى الرجالة، تيجي هنا معانا، تطلع معانا وتحكي لنا ازاي هم مش عارفين يبدأوا حياة جديدة بعد الطلاق، قد ايه هم بيعانوا من عذاب الانفصال. وإليكم المفاجأة، بعد رحلة بحث وتنقيب فشلنا إننا نجيب راجل مطلق يقول على الهوى الكلام ده، أو يطلع أي حد يقول إحنا خسرنا بعد الطلاق، أو إحنا بنعاني من الطلاق ومش عارفين نبدأ حياة جديدة بسهولة. الحقيقة ده ليه تفسيرين لا ثالث لهما، يا إما ده كبر من الرجل وتعالي على فكرة الاعتراف بالخسارة وازاي انا كرجل اقول اني خسرت وبعاني، او ان فعلا الرجل مش بيخسر بعد الطلاق ولا بيعاني ولا حاجه، وبيبدا حياه جديده بعد الانفصال بكل سهوله، وفي الاخر الست بس هي اللي بتدفع فاتوره الطلاق. بناء عليه احنا النهارده هنناقش مع اتنين، لان طبعا ما لقيناش رجاله يجوا يتكلموا معانا، هنناقش مع اتنين من متخصصين العلاقات الزوجيه والعاطفيه، مين الظالم التاني اكتر في الطلاق والجواز والعلاقات عموما، الرجل ولا المراه؟ ده هنعرفه مع ضيوفنا خبراء العلاقات الزوجيه ايهاب معوض وروشان بغدادي. هنستنى طبعا تفاعلكم معانا على ارقام تليفوناتنا اللي هتظهر على الشاشه وعلى صفحتنا على الفيسبوك. الفقرة الثانية هنتكلم عن حلم الرشاقة ورحلة البحث عن الجسم المثالي اللي أحيانا في ناس بتدفع حياتها تمن ليه. في عمليات كتيرة بيقولوا عليها من أصعب العمليات الجراحية للجهاز الهضمي. النهاردة بقى مش هنتكلم عن العمليات دي، هنتكلم عن أبطال سلاحهم كان الإرادة، كان عندهم نفس الحلم رغم ضعفهم سنين قدام كل ما لذ وطاب، إلا إنهم قدروا ياخدوا القرار وينقصوا وزنهم بالأكل الصحي والرياضة فقط لا غير. ده هيكون موجود معانا في الفقرة التانية. جولة سريعة على فكرة، لو عندكم أي استفسارات عن الأكل وعايزين تخسوا كده كام كيلو، لأن هم من كتر ما هم خسوا اللي هيكونوا موجودين معانا النهاردة هم أصبحوا بيدوا نصايح مفيدة جدا 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 عن الموضوع ده، فبرضو هننتظر تليفوناتكم في الفقرة التانية، عشان طبعا هداخلين على رمضان وما أدراكم ما رمضان بقى وحركات رمضان، الواحد بيلحق دلوقتي يخسله أي حاجة علشان هنعوض كله طبعا في رمضان. الأخبارنا بقى النهاردة على السوشيال ميديا، أحب كده إيه أول خبر معانا أحب أقول لكم، إن مع بداية شهر مايو من كل عام بيحتفل العالم باليوم العالمي للضحك، وطبعا هو مسمى غريب أنا عارفة، بس دي الحقيقة. من امبارح العالم كله بدأ طقوس خاصة للاحتفال بالضحك، وده هيستمر لمدة شهر. خليني أقول لكم الحكاية بدأت منين. هي بدأت عند دكتور هندي اسمه مادان كاتريا، وهو صاحب فكرة اليوم العالمي للضحك اللي استوحاها من يوجا الضحك، وطبعا الهنود مشهورين باليوجا والتأمل بشتى أنواعه، بس هو ركز على يوجا الضحك اللي بتعتمد على تدريبات بدنية وتنفس صحي وتصفيق واسترخاء وتأمل. ولما نعمل كل التدريبات دي بيتم إفراز هرمون السعادة في جسمنا ومزاجنا بيتحسن ومبيبقاش عندنا أمراض نفسية. الدكتور الهندي أطلق يوم الضحك العالمي لأول مرة عام 1998 تحت شعار السلام العالمي عن طريق الضحك، وبالفعل لاقت الفكرة قبول في دول كتيرة جدا، وبدأت 50 دولة حول العالم تحتفل باليوم ده، منها طبعا الهند على رأسهم، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، السويد، المجر. ألمانيا بقى بالذات من أكثر الدول اللي رحبت بالفكرة وأقامت 60 ناديا لممارسة هواية الضحك، كل نادي عدد أعضائه 3500 شخص. أنا مش هطلب منكم تمارسوا يوجا الضحك ولا تضحكوا كتير، خلينا نبتدي بالابتسامة مبدئيا، نبتسم كده وإحنا ماشيين في الشارع في وش بعض. بلاش ننسى يا مصريين إننا معروفين إننا أصلا شعب ابن نكتة،
نسينا ده في كل المشاكل اللي احنا ماشيين فيها. والحقيقة مستغربة جدا ألمانيا بالذات ان هي رغم انها شعب جاد جدا وبيقولوا عليه ان هو عنيف، انما هو غالبا هو محتاج فعلا ان هو يعمل 3500 نادي علشان يمارس هواية الضحك. اول مرة اعرف ان يعني الضحك هواية، الضحك ده جزء من شخصيتنا. واوعوا يا مصريين بجد تنسوا الحتة دي. ارتباطا بقى باللي فات ده، في هاشتاج ترند جامد جدا على تويتر بقاله يومين شغال اسمه اشهر الجمل في السينما المصرية. الهاشتاج ده الحقيقة فيه تعليقات مبهجة للغاية، قد ايه احنا عندنا تراث سينمائي جميل جميل فعلا اثر فينا ومش ممكن يتنسي. الجميل كمان في الهاشتاج ده ان معظم الجمل اللي كتبها الناس اظهرت ان الافلام بتناقش قضايا المرأة. يعني مثلا في فيلم الباب المفتوح، وهو من الافلام اللي تناولت قضية تحرر المرأة بطريقة متوازنة للعظيمة فاتن حمامة، طبعا الراحلة فاتن حمامة. ومن اكثر الجمل اللي اتكررت في الهاشتاج ده كانت جملة هتصحي في يوم الصبح وتكتشفي انك بتحبيني، اللي كان بيقولها طبعا الراحل صالح سليم. وتكرر كمان جملة جواز عتريس من فؤادة باطل من فيلم الشيء من الخوف، واللي اشارت الى ان اجبار المرأة على الزواج من زمان كان طبعا عادة سيئة جدا. في كمان تخه بس ما تعوروش يا بوي، واللي قالتها الفنانة الراحلة نبيلة السيد في فيلم البحث عن فضيحة. كتاكيتو بني للفنانة زينات صدقي من فيلم ابن حميدو. وطويل الناب طويل الناب برضو كان هي وهو بيجري وراه في المطبخ، لو فاكرين الجملة دي برضو كانت إنسان الغاب طويل الناب. وأيضا برضو من الجملة اللي اتقالت في الأفلام وبتدل على إن الست في رحلة بحث مستمرة، طبعا الجملة دي كانت بالذات بتدل على إنها رحلة بحث مستمرة على عريس. في كمان غزال يهبل للفنان عبد المنعم مدبولي في فيلم الحفيد، ويا صفايح الزبده السايحه، ويا براميل القشطه النايحه للفنان عبد الفتاح الاسري. وكمان في الجمله مشهوره جدا دي كانت من ضمن المعاكسات طبعا بتاعت زمان، في جمله كمان مشهوره جدا لعبد الفتاح الاسري الفنان الجميل في فيلم سكر هانم، اما قال لها انا مش شايف قدامي غير اوام محتاج بردع والجام معروف. انا بالنسبه لي بقى مش قادره انسى الديالوج اللي كان بين طبعا ستيفان روسي وفردوس محمد في فيلم سيده القصر، اما قال لها مدام تسمحي لي بالرقصه دي، قالت له وماله يا اخويا ما ترقص حد حايشك، قال لها طب ثانيه واحده اتحزم واجيلك. وطبعا في جمله شهيره جدا 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 مش ممكن ابدا ننساها للراحل العظيم عادل ادهم بتاع انا عزيز يا قطه، طبعا ده يعني برضو من الكلاسيكيات في السينما المصرية. عندنا بعد كده تقرير بمناسبة ان احنا في شهر الضحك، عندنا تقرير عن فاكرين طبعا فن الفانتومايم لو فاكرينه، والحركات اللي كانوا بيعملوها الفنانين في الوقت ده كانت بتضحكنا جدا وبنحب نتفرج عليها. في اتجاه انها ترجع جدا بقوة، وفي فنانين قرروا ان هم ينزلوا الشارع ويمارسوا هذا الفن بهدف اضحاك الناس واسعادهم. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نبدأ معاكم حلقتنا. بانتومايم يعني التقليد المبهر، حاجات بنقلدها من غير ديكور ولا اكسسوارات ولا الكلام ده كله. في فرق بين المايم والبانتومايم. البانتومايم بيبقى من غير الديكور ولا اكسسوارات خالص، هيشرب ما يجيبش كوبايه يعملها مايم، هياكل هيعمل ديكور ايا كان، هو الديكور هو الاكسسوارات هو كل حاجه، لكن المايم بيبقى فيك ديكور واكسسوارات. اخترت البانتومايم لاسباب كتيره، منهم فن مجهول، دي حاجه رغم ان هو جميل والناس بتحبه وتستلطفه وسهل جدا التعامل معاه، مش محتاج انك انت تقطع تيكت وتنزل مسرح وتلم الناس عليك، انت ممكن تنزل في اي وقت تتفرح الناس، انت بتنبسط مجرد اما حد قدامك بيبقى مبسوط، هي طاقه بتتصدر للكل. لا
هو العرض بصراحه تحفه، ويكفي الاطفال مجاوبين معاه، وحاجه جميله بصراحه. والله دي حاجه كويسه بتخلي الواحد يطلع من الهموم اللي هو فيها شويه يعني. فاجئته وساعدني جدا واتبسطت لما شفته، ويعني وصل لي البهجه، وانا قعدت اهزر معاه وحسيت ان هو لذيذ يعني. انا عايز اعرف الناس بانتمايم انه الجيل الجديد اختفى عنه، رغم انه مهم جدا وقوي، ان من اقوى اللغات في العالم هي لغه الصمت. رجعنا لكم مرة تانية وحنبتدي معاكم الفقرة الجدلية بتاعة معاناة يا حرام الرجل مع الطلاق. احنا الأسبوع اللي فات جبنا الستات وكلمنا معاهم عن معاناتهم مع الطلاق، وان ازاي الست ونظرة المجتمع ليها في كونها انها تحمل لقب مطلقة، ده بيفرض عليها قيود معينة في بقية حياتها. حبينا واحنا اثناء الحلقه جات لنا مكالمات كتير جدا بتتهمنا ان ده مش حقيقي، وان الرجل كمان بيكون عليه قيود وبيعاني هو كمان يمكن اكتر من الست يا حرام لما بيحمل لقب مطلق. فحبينا زي ما قلت لكم في اول الحلقه ان احنا يكون موجود معانا رجال يعرضوا وجهه نظرهم لكنهم رفضوا، فاستعرضنا عنهم بان احنا نجيب راي الخبراء. ومنورني دلوقتي في الاستوديو الاستاذه روشان البغدادي مدربه العلاقات الانسانيه. مساء الخير روشان. مساء النور. وايهاب معوض خبير العلاقات الزوجيه. هو ايهاب، ازيك حنان؟ ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. تمام. انا قلت لكم كده فكره سريعه عن اللي حصل الاسبوع اللي فات وخلال الاسبوع. متابعين الحلقه نور روشان على فكره يعني. تمام. شفنا الهجوم عليكي كان عامل ازاي. شفت ازاي؟ والله ما عيني. وليك متحيزه للمراه وبتاعت يعني، هو في حد متحسي للمراه في وسط القهر اللي في ده اصلا؟ يعني حاجه غريبه جدا يعني. مين من النبي اللي ممكن فعلا ما يتحيزش للمراه؟ هي الطرف الاضعف دايما مش كده؟ والله زي ما انا قلت كده. انتوا شايفين كده؟ انتوا شايفين كده تحيزوا الفريق كسبان. مش انت مراه برضو ولا احنا؟ طب انا عايزه اشوف وجهه نظرك، اخد اول وجهه نظرك انت عشان بما ان انت غالبا هتغردي خارج السرب. ايوه. فناخد وجهه نظرك. عايز اقول لك ان معظم الرجاله بتتخض في الاول، اللي هو اول انطباع عليهم اللي هو انت اكيد هتبقي متحيزه للستات، اول ما يسمعوا كلامي ايه ده، لا نسمع بقى، ده انت لقطه. أيوة ده انت لقطه. لا نسمع. طب انت شايفه مين بيعاني اكتر، الرجل ولا المرأة؟ والله بصي، هو اللي بيحصل انه كتير من الستات، حتى لما شفت لما حط امبارح ايهاب على البيج عنده ان احنا جايين النهارده نتكلم في الموضوع ده، كتير معظم البنات الكومنتس بتاعتها كانت عامله ازاي، ان احنا اللي بنعاني والراجل ما بيعانيش وهو اصلا ما بيتاثرش خالص. اللي بيحصل لو جيتي بصيتي للراجل من طفولته والست من طفولتها، الست من طفولتها بتلعب بباربي وان هي البنت الرقيقه الجميله اللي عادي انها تبين ضعفها. الراجل بيتربى على سوبرمان وسوبر هيرو، ان انا لازم اللحمي، انا ما ينفعش ابين ضعفي، ما ينفعش ابين ماي ايموشنز. فعلى فكره الطرفين ايموشنال، الطرفين عاطفيين، بس الراجل مش متعود، او ان هو في المجتمع بتاعنا او في اي مجتمع يمكن ما ينفعش الراجل يبان بنفس الضعف. حلو. فبيحمي نفسه بطرق تانية مختلفه، فهو بيعاني بنفس القدر. فالست اللي تتطلق وتفتكر ان الراجل ما بيعانيش، لا هو بيعاني بس بشكل مختلف في طريقه تعبيره للايموشنز، لانه ما ينفعش يبان ضعيف، ودي حاجه لا حد ما فيش حد يختلف عليها، ان الراجل ما ينفعش يبان ضعيف قدام الناس. يعني 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 بيعاني ازاي؟ هقول لك على حاجه. تعالي الحمام يعني ويعيط. تعالي بصي، عايزه اقول لك ان عملوا دراسه كده، لقوا انه معظم الرجاله اللي بتتطلق بيحصل لهم حاجه من الاثنين، يا اما بينغمس في الشغل جدا 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 جدا، يا اما بينغمس في حاجات بقى اللي هو يشرب سجاير كتير، ياكل على طول من الشارع. فالست بتبقى هي مصدر، عارفه اللي عامله زي البالانس. البالانس بالظبط في حياته، فهي بتبقى الجايدنس والارشاد بالنسبه له. فاللي هو تحافظ على اكله، تحافظ على لبسه، تحافظ على الروتين اليومي بتاعه هيمشي ازاي. هي اللي دايما بتفكره لو في مثلا ادويه، لو في اي حاجه، لو في حاجه معينه، جيم، مش عارف ايه، تشجيع. لكن الراجل فجاه بيفقد كل ده ويلاقي نفسه في الصحراء. ممكن السكرتيره على فكره تعمل. ما اللي بيحصل ان الراجل، خدي بالك، عمل في دراسه ثانيه بقى اتعملت بتقول ان الراجل ما بيستريحش ايموشنالي، ان هو لما يجي مثلا يفضفض او يعرف الملاذ العاطفي ده، لو هو متعود عليه انه مع مراته هي الكائن اللي ممكن يبان قدامها ضعيف، فجاه لقى نفسه كده في الفراغ،
الست عندها صحباتها ممكن تعوض، لكن خدي بالك ما بين الرجاله ما فيش حاجه اسمها ان انا رجاله قاعدين مع بعض قاعدين بيفضفضوا قعده صحاب، والله انا مشكلتي لا، الراجل ما بيحبش يبان ضعيف حتى قدام الرجاله صحابه، لان زي ما انت باين قوي انا كمان قوي على فكره. فهو الحل بالنسبه له ان هو يعوض ده بوجود ست ثانيه على طول. انا عايز اقول لك ان في معظم الحالات ده اللي بيحصل، فتلاقي الراجل المطلق اسهل واسرع بكتير ان هو يتجوز. ايهاب. لا لا دي مأجورة اصلا، دي مأجورة اساسا. انا مش عايزه، انا هحاول بقدر الامكان اكون بحاول اهدي اعصابي عشان استحمل. انا حياديه جدا، انا هقول 10 مرات انا حياديه انا حياديه انا حياديه. ايوه لغايه ما ابقى حياديه قاعده جنبي هنا. كل ده طبعا هو كلام عاطفي، يعني هي روشان هي متخصصه طبعا كل حاجه، بس بيغلب عليها الطابع العاطفي. عشان ست ها؟ بلاش عشان ست. ما انا هضطر ابص ده فعلا عشان ست على فكره. لا لا. خلينا نطبق الامر، نطبق الموضوع ده على ارض الواقع، ونشوف الست، نجيب النهارده شريحه لست مطلقه وراجل مطلق مثلا، ونشوف ده بيحصل له ايه ودي بيحصل لها ايه. مثلا طيب رقم واحد، عشان يشتغل، عشان دي تنزل تشتغل النهارده، اوكي؟ تروح كده بنوته جميله مطلقه تروح تشتغل، كميه الذئاب والتحرشات والالفاظ الغير لائقه، واللي شايفها ان هي ببلاش، واللي شايفها ان هي كلمتين يوقعوها، واللي شايفها ان هي تعبانه جسديه، بيتعاملوا معاها المجتمع بيتعامل معاها ازاي؟ اوكي؟ بيتبص لها ازاي؟ الراجل النهارده عشان بعد ما يطلقوا، مين اللي بيربي العيال؟ مين اللي بيشرب العيال؟ ياخدهم يوديهم مدرسه ويعلمهم ويعملهم وبتاع، ينفع يبقى الراجل اللي بيعملهم؟ عشان تبقى عندها مصدر دخل تعيش ازاي؟ الراجل في ثواني عشان تقرر تتجوز، فيجي لها شاب امور كده قوي يقول لها عايزه اتجوزك، فتقول له ايه؟ انا مطلقه. يبتدي ان هو بقى يدرس اللعبه، هي الموضوع ده ببلاش ولا هيكلفني؟ فيقول لامه والبابا انه انت حمار في ايه؟ يعني ايه تتجوز واحده مطلقه انت؟ ومعاها عيال. لا ولو مطلقه بس اساسا، وانت ناقصك رجل ولا ايد ولا مناخير عشان تتجوزها مطلقه؟ كمان كانت المطلقه دي موصومه وخدوها شالوا منها مثلا. مش ده واقع اصلا. لا 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 22 سنه مطلقه. ماشي. ينفع امه توافق ان هو يتجوزها؟ على فكره نفس البرسنتج او نفس النسبه بتبقى للبنات والولاد، يعني لو انا جالي واحد مطلق نفس المنظر اللي انت بتتكلم عنه ده، مامتي هتعمله برضه في البيت، تقول لي وانت ناقصه ايد ولا رجل؟ ما هو نفس الكلام. يا سلام. لا طبعا يعني المطلق النهارده، اي شاب النهارده مطلق 30 سنه لو تقدم لفيرجن 22 سنه بتساله امكانياتك ايه الاول. ماشي. بس ده وعلى صفحتي يوميا، كل يوم تجي لي بنت انا متقدم لواحد مطلق، بس هو ظروفه الماديه، اصل هو ظروفه ما بتتكلمش فكره انه مطلق لانه عيب. تعالى ارجع زي ما انت بتتكلم على المجتمع، تعالى ارجع برضه للمجتمع، وهتلاقي انه اهلها بيتكلموا بنفس الطريقه. خالص والله يا وشان، خالص والله. كام في الميه طيب؟ ممكن. لا بص، بس هقول لك على حاجه. لا 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 لا، احقاقا للحق الام هتفكر كده، هتقول لها والارض برضه. بس هقول لك على حاجه، ما اصل الراجل المطلق ده مش جاي شخص سليم برضه، ما هو راعي عيال. لو بالذات لو مخلف، سيبك لو مطلق، بس لو مطلق، لو مطلق بس خلاص. بس برضه في نزناز. الله. في على فكره ممكن الست اللي هي يعني الطليقه دي المطلقه، الست المطلقه دي ممكن تطلع عينه على فكره بالعيال، وتقعد بقى تنغص عليه عيشته وتكلمه مش معاكي خالص. نسبه قليله جدا. ليه؟ لان المراه عاطفيه. بصوا يا جماعه، اصل في فكره، ارتباط المراه بولادها غير ارتباط الرجل تماما. يعني ينفع رجل يسافر لدوله خليجيه يقعد 20 سنه ما يشوفش ولاده؟ سمعنا عن امراه ممكن تسافر دوله خليجيه ولا دوله امريكيه ولا دوله اوروبيه تسيب ولادها وما تشوفهم؟ مستحيل. كبروا صغروا، القضيه ان هي عاطفيه مرتبطه بيهم. فاول ما بيحصل الطلاق بقى شرطها الاساسي ان انا اخد ولادي، وشرطه الاساسي ده لو حب يحاربها بيحاربها ان انا اخد منك الولاد، صح كده؟ لكن ينفع تحارب وتقول ناخد منك ولاد؟ ما خديهم مع السلامه، انا عايز اتجوز اصلا. وروح يتقدم لواحده يقول لها متجوز عندي ولاد او كل حاجه، بس ولادي مع مراتي. بس في ارتباطات ماديه، وفي ارتباطات برضو و و و ومسؤوليات تقع عليك كاب لازم هيقوم بيها. مظبوط مظبوط. والست لو اسمعني بس، النبي بقى اسمعني بس. طب ما هو جزء مادي، ده هو جزء مادي ده. قليك. لا ما حدش اشتراني. انا ما حدش اشتراني. جالك تهديد على الهوا. جالك تهديد صح؟ بتاع الفوداني ده جالك تهديد. هو بس في حاجه عايز اقول لك، والله يمكن كلمه انا سمعتها يعني حقيقيه، بتقول لي ام من الامهات، اللي هو طب طالما الشخص ده مطلق، يبقى بتقولي انا بطبيعتي انا كست، هي الام بتتكلم بمنتهى الحياديه، بتقولي انا كست انا شايفه ان الستات بتحب تحافظ على بيوتها. طيب لو هو دلوقتي اتحصل طلاق وانفصال وخلاص العلاقه انتهت، ليه الراجل بيتبص له ان هو لا انت مش غلطان؟ يعني او يعني هو على فكره عملوا دراسه كده، اكتشفوا ان معظم الانفصالات بتبدا عن يعني تجيت انيشيتد، او ان هي بتبدا من الست، فالست هي اللي بتنشيت الاول موضوع الطلاق. بس عامه احنا في مجتمعنا يمكن الست بعقليه حافظي على بيتك، بس عايزه اقول لك على حاجه، على جوزك، انه فعلا الست هي اللي بتبدا موضوع الست هي اللي بتبدا. وانا عندي الراجل ما عندوش قدره على التغيير.
اكتر من الست. شويه شويه بس هو بيحب الحاجه اللي هو متعود عليها ومسستمها. ايوه مظبوط. وهقول لك على حاجه، الست الذكيه يمكن هي المفروض يعني تفهم الراجل سيكولوجيته ماشيه عامله ازاي، تفهم ان هو فعلا والله يمكن مظلوم في بساطته، يعني هو فعلا الراجل عقله ابسط بكتير من الكلاكيع والتعقيدات بتاعتنا احنا كستات، فغصب عننا بنبقى عايزينه يعمل كل حاجه بالظبط على مزاجنا، هو عقله ابسط بكتير من انه يفهم الكومبليكيشنز دي. طب ناخد تليفون برضو عشان نهدي نهدي شويه. معانا محمد على التليفون. الو الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا يا محمد. اهلا بحضرتك، اتفضل. انا مطلق من 5 سنين. تمام. والولاد معايا، انا اللي بربيهم. مامتهم اتجوزت وسافرت وسابت لي الولدين وانا اللي بربيهم. طواعيه سابتهم؟ اه يا فندم، طواعيه. او هم في البدايه طلبوا ان هم يعيشوا معايا. بعد الطلاق بفتره صغيره الكبير دي قعد معايا. بعد فتره معلش اسمح لي، كان سنهم قد ايه؟ كان الصغير 4 سنين ونص وكان الكبير 9. هما ولدين؟ اه ولدين. اه تمام. الكبير بعد 3 أسابيع من الطلاق طلب يعيش معايا علشان هو بيرتاح معايا. الصغير نفس الموضوع، بس انا كنت شايف ان حمل الصغير هيبقى تعايا، ففضلت ان هو يفضل مع مامته. تمام. وكان الطبيعي ان هما بيبقوا عندي كذا يوم في الاسبوع وعندها كام يوم في الاسبوع، اللي هما كام يوم بتوع الاجازه بتوع المدرسه. تمام. لا يعني حضرتك كنت بتاخدهم وقت المدرسه؟ لا، هم كانوا في البدايه خالص كانوا عندها 5 ايام وعندي يومين مثلا. اوكي. 4 ايام فعندي 3 ايام. تمام. وكان بالاتفاق ده، يعني احنا طلبنا لا قواطي ولا الكلام ده. حلو قوي. بعد كده هو الكبير طلب يعيش معايا، جه فعلا عاش معايا. وكان بيروح لها يعني بدري الايام، اتبدلت بقى الاكتر عندي والاقل عندها. الصغير بعد كده طلب يعيش معايا، فانا يعني اجلت دوت. في الاخر عيط وطلب بقى خلاص مش عايز اروح لك. هي اتجوزت وسافرت وانا اللي بربي الولاد. انا اللي بودي المدرسه والدور والدرس وبعمل اكل وبنشر وبغسل وبمسح كل التفاصيل بتاعه الولاد دول، دي انا اللي بعملها. مش دايما الراجل ظالم ومش دايما الست مظلوم. الموضوع له علاقه بالاسره، له علاقه باساس الاختيار. للاسف الاهالي فرجت الجواز من مضمونه. بقى سوري في اللي انا هقوله، يعني الطريقه دلوقتي بتاعت الاختيار الزوج والزوجه، الجحش اللي عندنا كبر والمعزه اللي عندكم تلزقنا، الموضوع بقى ده مش يعني. طب محمد انت ما فكرتش تتجوز؟ اكيد فكرت. طب وايه اللي منعك؟ بس يعني لازم كان لازم في الاول اشوف نفسيه ولادي، ارتب ظروف ولادي على الوضع الجديد، يتقبلوا الوضع ده نفسيا. بس هل لما اكيد دخلت في علاقات يعني عاطفيه؟ حاولت مره رحت اخطب. تقبل بقى الست اللي انت دخلت معاها في علاقه واهلها لفكره ان حضرتك رجل مطلق وحضرتك اللي بتعول وبترعى اطفالك كانت ايه؟ لقيت ان الموضوع تجاري يا فندم. تجارة؟ يعني انا اول ما قعدت مع حد ما حدش سالني في اي تفاصيل خالص غير ان احنا هنتفق انت هتجيب ايه واحنا هنجيب ايه. فانا رفضت المبدا كده من البدايه. هي كانت اللي انت اللي هو تقدم لها كانت متجوزه قبل كده او كانت؟ لا كانت بنت يا فندم، كانت بنت. وانا ما عنديش مشكله اتجوز مطلقه او ارمله او واحده معاها عيال خالص، يعني الاختيار هي يعني النصيب اللي جه كده، ما كانش يعني انا بدور على بنت او الموضوع ما كانش كده خالص. طب يا ابو حميد، يعني انت قدمت لها دي فيرجن بنت يعني صح؟ يا فندم كانت بنت. لم يسبق لها الزواج يعني. طيب رفضتك كمطلق؟ لا يا فندم خالص. بالظبط، يعني عملت معاك صفقه ماديه طبيعيه جدا، انت هتجيب ايه؟ هو راجل قال بشكل محدد جدا. انت هتجيب ايه وانا هجيب ايه؟ طب ما الشاب العازل لو تقدم لها بتقول نفس الكلام يا محمد، انت هتجيب يعني ايه؟ يعني ما كلمتش معاك خالص مثلا عن ولادك، ما حاولتش تعمل علاقه مع اولادك، ما سالتكش طب انا لو خلفت مثلا هيبقى ايه الموقف؟ يعني الحاجات دي المنطقي لما حد بيخش اسره او اسرتين بيقعدوا مع بعض او حد هيخش بيت جديد، فالناس بتبتدي الاول تتكلم مع الشخص ده، بتشوف دماغه، بتشوف تدينه، بتسال عليه، بيبقى في شويه حاجات كده هم قبله واثنين وثلاثه، الناس بتعرف بعضيها، وبعدين بيتكلموا في الماديات. لكن ما ينفعش في اول قعده احنا نقعد نتكلم في الماديات، انا مش داخل معرض بشيل ثلاجه.
طب انت حظك بقى كان وحش على فكره، كان اختيار خاطئ يعني. ده اختيار كان خاطئ. في الناس مش كده برضو، هي مش بيع وشروه. مظبوط. لا لا، ده المنتشر يا فندم، ده المنتشر. محمد هو انت المنتشر. هو ده المنتشر. الراجل هو اللي بيخسر في الموضوع، الراجل هو اللي بيشتغل 10 سنين عشان والله يا محمد بحاول يخسر ايه؟ بيخسر ماديا، قصدي حضرتك بيخسر ماديا؟ بيخسر في كل حاجه يا فندم. لو عنده ولد فهو بيتعاقد بيه، بيتعاقب برؤيته، يتس طب ما حضرتك، ما حضرتك اهو ما تعاقبتش باولادك، حضرتك معاك اولادك وكده، حضرتك نموذج نادر يعني، حضرتك اللي قاعد واخد الاولاد وحضرتك اللي قائم عليهم من كل حاجه. على فكره انا مش نموذج نادر حضرتك، لو دخلت على هاشتاج سنجل فادر، وده هاشتاج انا عامله، هتلاقي كتير زي انا مش نموذج نادر. لا في كتير يا فندم، احنا بنتكلمش، احنا مشغولين في الله الله الله، قصدي حضرتك ان احنا الاثنين نقعد طول نشتكي يعني. محمد استاذ محمد، اسم حضرتك محمد، محمد الجمل. ايوه يا فندم. اوكي، يبقى انت كنت معايا على الاكونت امبارح تقريبا واحنا بنتكلم. بالظبط يا فندم. حلو قوي. استاذ محمد، تفسر بايه فكره ان انا لما عملت اعلنت ان انا عايز رجل مطلق يجي يطالب بحقوقه، مفيش غيرك انت بس اللي تواصلت معايا من وسط 100,000 مثلا او 250,000 واحد بني ادم بيكلموني يوميا، ليه مفيش راجل بيعاني يا محمد غيرك اصلا؟ اذا انت نموذج مميز ونادر جدا. في بيعاني من قانون الرؤيه، في بيعاني. لا لا لا، بص استاذ محمد، انا مش بتكلم عن المعاناه القانونيه، ومش بتكلم على الناس اللي بتعاند بعض باولادهم، انا بتكلم على نموذج زي حضرتك، هم انفصلوا وعلاقتهم كويسة، والأولاد ما بينهم رايحين جايين والعلاقة محترمة، لكن الرجل بيقدر ان هو يعني يرؤية يعني حياته، يبتدي ان هو يبنيها او يعمل حياة جديدة بمنتهى السهولة، في حين ان الست بيبقى عليها شوية ضغوط في الموضوع ده، ما تقدرش. الست لو اتجوزت مثلا بعد العدة بثلاث شهور، شوف الناس هتتكلم عليها تقول ايه. اه بس خدي بالك انت، خد بالك انت ليه ما لقيتش ناس تطلع تتكلم؟ عشان فعلا دي نقطه ثانيه، ان ما حدش راضي يتكلم. ليه؟ عشان احنا في مجتمع برضو بيحط ضغوط نفسيه على الراجل في حته ان ما ينفعش تبين ضعفك، فلو الراجل طلع يقول والله يا جماعه انا بعاني، هيطلع كانه اعتراف لينا. ضعف ايه ده؟ اكسبشن ده، الراجل ده، الراجل ده نموذج نادر. ايوه، عشان كده هو الرجاله يمكن ما رضيتش تيجي تطلع معانا هنا في القعده، بس انا شايفه ان الرجاله بتتكلم على التليفون معانا. اسلام على التليفون، نشوف. ايوه يا اسلام، بتاعك الخفي. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا اسلام، اهلا وسهلا. ازيك عاملين ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا اسلام، وجهه نظرك ايه؟ الرجل بيعاني في الطلاق ولا لا يعاني زيه زي المراه؟ والله انا مطلق بقالي بتاع 6 سنين بالظبط. والاولاد فين؟ الاولاد مع والدتها، كنت مخلف ولد، يعني انا مطلقه وهي حامل. إيه، وكان في مشاكل ما بيني وما بين اهلها وحماتي وكده. المهم اتطلقنا، وبقالي 5 سنين ما اعرفش حاجه عنهم، وهم ما يعرفوش حاجه عني، والحمد لله اتزوجت انسانه ثانيه فاضله ومحترمه، وخلفت برضه والحمد لله، وما فيش اي حاجه. طب وحضرتك البنت او السيده الفاضله اللي حضرتك اتجوزتها دي كانت متزوجه قبل كده؟ لا لا لا، كانت بنت. تمام، يعني حضرتك اما رحت اتقدمت لها ما حدش سالك مثلا او علق على ان حضرتك مطلق؟ لا وعندك ولد. سالوني طبعا، سالوني طبعا، وقعدت وكلمت وقلت لهم انا واخد ايه، 1 2 3، وحصل معايا واحد. لا انا حصل معايا موضوع كبير في الجوازه الاولانيه، وحصل معايا فيلم كبير، وانا من يوم ما يعني ابني نزل على الدنيا انا ما شفتوش لحد النهارده، وعملت رؤيه كتير، يعني عملت قصه كبيره برضه، ولا هو يعرفني ولا انا اعرفه. طيب ممكن اسال الحمد لله ربنا. طب استاذ ايهاب، عايز اسال حضرتك سؤال. سؤال. اتفضل. قبليك دخل استاذ محمد وقال انها اتقدمت برضه البنت ما اتجوزتش قبل كده ووافقت بيا كمطلق، وانت بتكرر نفس النموذج، بتقول ان انا كمطلق لما اتقدمت البنت برضه ما كانش عندها مشكله وما لقيتش انت فيك عيب. الا ترى ان المراه مطلقه بتبقى اصعب من في الجواز غيرك؟ يعني لو امراه مطلقه النهارده تقدم لها ولد اعزب، اهلها هيوافقوا عليه؟ اهل الولد هيوافقوا عليها؟ او الولد هيبص لها ازاي؟ شايف انه اسهل يا محمد؟ هقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي انا برضو ما اقدرش اخش في الاسر واعرف ان انا اعرف دماغهم. انا الاسره اللي انا دخلت فيها انا حكيت لهم على وضعي، انا كنت بعمل ايه وحصل معايا ايه وخسرت ايه واتعامل معايا ايه، فهم خدوني على وضعي. طبعا نزلوا سالوا عليا، لقوني شاب محترم ومية مية، والحمد لله الناس قالت حق كلام حلو. فما ينفعش ان انا اقول ان انا اخش اسره
في الكلام اللي حضرتك قلته لي يعني. لا الدارج، الدارج يا اسلام، بس اقصد الدارج في المجتمع بتاعنا، انت شايف ان في سهوله للمطلقه ان هي تتجوز زيك كده؟ اكيد طبعا، زي ما سهل. ده رايك يا اسلام. طيب تمام، بس حاجه عايزه اضيفها من وجهه نظر طب انا طيب ناخد بس تليفون عادل كمان ون الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا يا عادل. الرجاله تشجعت جامد جدا. ايوه كده، سمعونا صوتكم. بسمع دلوقتي الاستاذ محمد اللي بيقول ان انا كنت يعني مع الاولاد وكده. اه وانا واحد من الناس الكتير قوي اللي قال عليهم الاستاذ محمد. حضرتك برضو حضرتك مطلق ومعاك الاولاد؟ بالظبط كده، وزي ما قال الاستاذ محمد فعلا. طب معلش انا عندي سؤال بس لازم اسأله، هل هي طبعا الام سابت الاولاد طواعية ولا حضرتك اللي اخذت الاولاد عشان مثلا هي تزوجت؟ لا طواعية. تمام. لان هي شافت ان هم هيبقوا معايا افضل، وهي اهتماماتها ما هياش مركزة في الاولاد بالظبط خالص. تمام، هو ده هو ده يعني الوضع اللي انتوا مش يعني مش واخدين بالكم. طب هل حضرتك حاولت تدخل في علاقات مع مع مع, مع نساء اخرى؟ يعني كعلاقات زواج او كده يعني؟ اه يعني علاقات عاطفيه يعني. اه لا ما يعني اثناء جوازي ما فيش يعني. لا لا انا بكلم حضرتك بعد ما حضرتك طلقت وحضرتك اللي دلوقتي قاعد واخد بالك من الاولاد. لا ما فيش فرصه كده، لان انا اهتمامي اكبر بالاولاد ومستقبلهم وبظروفهم. فيعني القصه دي يعني ممكن تبقى موجوده ان في يعني ممكن يبقى في حاجه زي كده، لكن ما حصلش ان هي في نصيب في حاجه زي كده. يعني اي ست حضرتك بتبتدي في علاقه معاها هل بيبقى عندها اي تحفظ على كون حضرتك رجل مطلق وعندك اولاد؟ بالتاكيد بالتاكيد لازم يكون عندها تحفظ. بالتاكيد طبعا، اغلب السيدات بيبقى عندهم تحفظ من الراجل المتزوج، مع ان في كتير مش قوي متزوج. لا ما هي لازم يبقى عندها تحفظ على الراجل المتزوج مطلق يعني. انا اقصد ان هو مطلق، لكن انا عايز اقول لك انه في كتير دلوقتي نتيجه طبعا انه الموضوع الزواج ده اصبح فيه صعوبه، في كتير ما عندهمش اي مشكله ان هم دي نقطة يبقى في علاقه او في ارتباط بشخص مطلق وعنده اولاد. لكن تمام، الحقيقه انه بيحصل بعد كده اكيد مشاكل يعني. فدايما اللي هو الراجل اللي عنده اهتمام باسرته او باولاده بيبقى فيه، هو اللي بيبقى عنده تحفظ اكتر عند اختياره لاي واحده ممكن تكمل معاه بعد كده. تمام، ميرسي جدا لتليفون حضرتك. ناخد ايه. الو. اخيرا بنت. الو ايه. الو. صوتها واطي شويه، ممكن تعلي صوتك شويه يا ايه؟ لا انا مش سامعه خالص، ما حاولي تكلميها تاني. البنت الوحيده حاولي تكلميها. صوتها كان ضعيف ما قدرتش توصل. انت كان عندك انا كان عندي حاجه عايزه اقولها، هو ليه الراجل المطلق اسرع في الجواز، او ليه تقدر بنت ما اتجوزتش قبل كده توافق عليه والعكس شويه صعب؟ ان ولد ما اتجوزش قبل كده صعب انه اهله او هو يوافق على واحده مطلقه، لان احنا شويه يعني البنات بيبقى عندهم كونسبت او مفهوم انه شويه عارفه زي ما المفهوم بتاع انه الراجل يقدر يتجوز كذا واحده مزروع في دماغ كل بنت. ممكن خدي بالك في فرق بين الفهم والتقبل، هي فاهماه بس ممكن ما تتقبلوش نتيجه الغيره. ان يبقى في اتنين مثلا في نفس الوقت او ثلاثه في نفس الوقت. بس تعالي فكري في حته ان كده كده احنا عارفين ان دينيا حلال ان الراجل تقدر تشاركه كذا واحده، فبيبقى عندها تقبل لفكره انه كان متجوز بس خلاص هي مش موجوده. لكن الراجل ما عندوش فكره اصلا تقبل، هي فكره مش موجوده اصلا، لانه لو الفكره دي راجل مش في دماغ الراجل مش راجل. فكري فيها. بما ان الفكره موجوده خلاص، ما هو احنا تعاملي على الارض الواقع بقى. اذا اقرتي كده دلوقتي بس على فكره انه ما يقدرش يتجوز واحده دينيا. دينيا بقى ده كان زمان وايام الصحابه وكل حاجه، كانت المراه المطلقه بتتجوز على طول. انا قصدي انه فكره ان الراجل انه يحس ايه ده انا اتجوز واحده، كان بيعرضه بالخطبه اثناء العده بيجوز. هو شويه يمكن المجتمع بقى بيبص له اللي هو انا ما اتجوزتش. لو اتكلمنا على الدين انا ليه هو لا انا مش قصدي، انا قصدي يمكن الدين بيزرع في عقل البنات شويه فكره اللي هو اتس اوكي انه الراجل ممكن يبقى مع كذا واحده، فلو انت كنت مع حد قبلي مفيش مشكله هسامحك واغفر لك طالما خلاص دي تجربه وعدت. لكن شويه الراجل اللي ما اتجوزش قبل كده بيفكر ازاي؟ انه لا على فكره انا من حقي اخد واحده ما اتجوزتش قبل كده، انا ليه اتجوز واحده كانت مع حد قبلي مثلا؟ دماغه ما بتقدرش تستوعب شويه. ده كله اقرار لواقع احنا عايشينه، وهو ده اللي بيخليني النهارده اقول ان انا متحيز للمراه. اذا انت اقرتي بان المجتمع
يرى ان الراجل يقول لنفسه كده، انا ايه اللي يخليني اتجوز اصلا واحده مطلقه؟ طب قصادي كذا بنت. انت لو جيت بصيت لها هتلاقي ان انت لو الواقع بقى كده يا روشان في النهايه، لو الواقع بقى كده تبقى مين المتضرر بعد الطلاق؟ الست في النهايه. تضرر هي لسه حالا بتقول لك من شويه، لو احنا رجاله بمجتمع سوي، مجتمع صحابه ومجتمع فيه دين وقيم واخلاق، كان المنظور النظر للمراه المطلقه زي النظر للرجل. هي في النهايه ايه اللي بيختلف عنهم؟ تمام، ممكن تكون اختلاف يا اما فرق سن، فرق مستوى مادي، لكن في النهايه دي امراه ودي امراه، مفيش حاجه تميزه. فبما ان احنا في مجتمع اوريدي فيه جزء من الانهيار، فبالتالي بقى نظره المجتمع للمراه المطلقه هي صاحبتي ما تخشش بيتي لانها مطلقه، انها ممكن تاخد جوزي. ولما شغلش واحده عندي ما شغلش سكرتيره مطلقه انها تخطفه. ما ينفعش ان انا ايه كميه المعوقات. ففي النهايه الراجل بقى مطلق. الراجل مطلق بيحصل كده. تفتكر الراجل بيقعد قد ايه حزين بعد الطلاق؟ بيقعد حوالي تقريبا 3 ساعات. انا عايز اقول لك ان الراجل اول ما بيخرج من علاقه عامه، يا نعرف واحد قعد 5 ساعات كان حزين. ده انجاز، قعد 5 ساعات انجاز. اشفقنا عليه وحاولنا نطلعه. في عندنا سيده اخرى ظهرت، صوت نسائي، شيماء. بتتجوز اول ما يفكر اصلا. شيماء قطعت يا جماعه. ما طب ناخد احمد. ماشي، ايوه يا احمد. الو احمد. الو، مفيش احمد ولا شيماء. بس يا حنان، عقبال ما الراجل يحزن ويفكر ان هو حزن على اللي فاتت دي ولا سابها ولا كده، بيكون اصلا اتجوز اساسا. يعني هو فكر قراره فعلا، قراره ان هو يتجوز تاني بيسبق قراره ان هو يحزن وما يحزنش. هو ليه اتجوز؟ طب هو والله يعني يتجوز تاني وبعد كده يحزن على اللي فاتت؟ والله العظيم، والله العظيم انا اعرف رجاله وهم شايلين الضريع، يعني مراته شايله الخشبه، بيقعد يدور في الجنازه مين اللي هيتجوزها. مين اللي تنفع؟ مين ايوه، مين اللي تنفع يكمل معاها؟ صح كده؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ عشان الراجل هو دلوقتي اتعود على سيستم معين، صح كده؟ السيستم ده فجأة اتلخبط، فجأة باظ، فجأة هو بيدور، مش هقول لك على بديل، بس هو الراجل احساسه بذاته بيبقى مع الست، لان هو بيلاقي حد. هقول لك على حاجه، الراجل دلوقتي بينزل كل يوم الشغل ليه؟ عشان عايز يشتغل ويجيب فلوس يصرفها عليها فيحس بذاته. هو عارفه عارفه لبنى عبد العزيز في فيلم من حواء؟ ايوه مظبوط. مظبوط. تطلع عليها مركبات النقص اللي عندك، تطلع عليها عقدك ومركبات النقص اللي عندك. ومن تكوين الراجل الطبيعي اللي هو انا، خدي بالك ارجعي كده للعصر الحجري، هو بينزل يصطاد والست قاعده بتربي العيال عشان يرجع يجيب لها الاكل اللي هياكلوه، عشان هو احساسه بذاته في ان انا ببروفايد فور يو، ان انا بوفر اكل وفلوس في البيت وعلى الترابيزه عشان تبقي انت مبسوطه، اجيب لك الحاجات اللي انت عايزاها. طب ما في رجاله بيوفروا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص. دي مشكله ثانيه، خدي بالك. وبعدين بقى عادي جدا برضه. لا، وتلاقي الست هي اللي قايمه بكل حاجه يا عيني من بابها، وبعدين الراجل يطلقه وهو يتجوز برضه. لا، على حاجه هقول لك، والله على حاجه. ده هيبروفايد ايه؟ طب ده رايح العلاقه الثانيه يبروفايد ايه؟ دي مشكله الست، عارفه ليه؟ لان هي اللي ادت له فرصه ان هو يسمح لها بان هي تقول لك انا. لا، هقول لك على حاجه، لو انت قمت حركت التلفزيون النهارده من مكانه واديتيه اوضه ثانيه، انت خلاص ده بقى حق مكتسب. وخدي بالك ده طبيعي، انت برمجتي الراجل هنا ان انت قويه انف ان انا احرك التلفزيون، بعد كده اقول لك اطلع غير اللمبه، بعد كده اقول لك طلعي الزباله بقى. هو انت هنا بتعملي ايه؟ انت بتتنازلي عن حقوقك كمرأة شويه. خد بالك انا بعرف اعمل بس شويه دلع. والراجل ما احب عليه ان شويه دلع. بقول لك ايه؟ انا اسالك سؤال حي وجبار. انت اتجوزتي؟ لا. قابليني كمان 3 سنين على نفس الكرسي. والله. تعالي نسال الناس في الشارع، نزلنا سالنا الناس في الشارع، نشوف رايهم ونرجع تاني. ايه اللي ممكن الراجل يخسره بعد الطلاق؟ هيخسر حاجات كتيره طبعا. هتخسر مثلا عفشك، هتخسر عيالك. هيخسر كل حاجه، اول حاجه مراته واولاده. مش هيخسر حاجه، هو يرتاح بس. اول حاجه الواحد يخسرها قبل الطلاق، واول حاجه الواحد ممكن يفكر فيها ويبقى عليها هي الاطفال. يكسب راحه البال ويوفر فلوسه ويوفر نكد ويوفر وجع قلبه، عايش في دماغه بس. انما طول ما في ست في البيت هتلاقي الدنيا ملخبطه يعني. يخسر بيته وكيانه. الراجل من غير بيت، من غير اولاد، من غير اسره، ملوش ذكرى في الدنيا. الاثنين يصبروا علشان الاولاد، دي اهم حاجه. قرار الطلاق صعب على الراجل؟ اي صعب طبعا. لا سهل على الراجل بس صعب على الست. قرار الطلاق طبعا يعني الحكمه فيه لو في اطفال. تاني حاجه لو الفتره الجواز طولت وفي عشره. هو صعب جدا بس للاسف الشباب بيسيء استعماله. بيهدم كل حاجه بكلمه واحده. سوف يرى
قرار زي اللي بيدعوا كده. لا معلش عايز اقول لك الحاجه دينا متحيزه عليا جابت كل لا لا حاجه عفشه لا 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 في حاجه بس يعني مزنوقه فيها. هو القرار الراجل مش هو معظم الوقت اللي بياخد قرار الطلاق مش عشان هو مش عايز ياخده، عشان عامه الراجل ما بياخدش اي قرار. ده حقيقي فعلا، هو ما بيحبش تغيير كمان زي ما انت قلتي كده اساسا. بس لا عشان هو عايز يحافظ على بيته وعلى الكيان اللي هو رسمه، ما بيعرفوش ياخد قرار استمداده لقوته بالاساس انه بيرضى، ما بيقدروش ياخد قرار. الراجل النهارده لا يقدر ينهي علاقه، هو يقدر يخش في علاقه، انما هو ماشي عشان فكره الصياد دايما الايهاب بي بي بيرسخ لها، وانت برضو دلوقتي رسختي لها. هو صياد فشاف واحده عجبته هيجوفرت خلاص، انما انه ينهي علاقه لا يمكن، ده مش قرار الراجل بيعرف ياخده ابدا. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ لان الراجل ممكن تكون المراه مش مناسبه ليه ويسيبها في بيته ويتجوز واحده ثانيه، لكن المراه عشان عشان خاطر الراجل مش مناسب، ايه البديل؟ ما انا قاعده في وشي في وشك ليل ونهار. فعشان كده المراه بتبقى اقدر على اخذ القرار، ان مفيش بديل للحياه، يا اما اقعد معاك يا اما لا. لكن التاني ممكن يسيبها مركونه في البيت وما يروحلهاش طول عمره وخلاص، ويتجوز التانيه والثالثه والرابعه ويركنهم خمس سته جنب بعض. عشان كده فكره الطلاق بالنسبه له ما هيش كارثيه. المراه امتى بتاخد قرار الطلاق؟ المراه بتبقى بتنهار. يعني انا اقول ان في ست عايشه في وسط بيتها النهارده وعندها اولاد، بتحلم ان هي تبقى في الشارع وبيتقال عليها واخده لقب الموصومه المجتمع بيتعبوا على لقب بالطريقه دي، انا موصومه في عار عليها. المجتمع يعني مش عارف اقول لك ايه، مجتمع غريب جدا. فعشان كده ازاي ممكن تتقبل الفكره دي؟ بتصبر مره واثنين وثلاثه وتسامحه مليون مره وتسامح لحد ما بتنهار في الاخر، بتقول لا في داهيه بقى، ده في الشارع احسن لي يعني. لكن الراجل عادي جدا، هتطلق ايه المشكله؟ خد بالكم بس، انا بس عايزه اوضح نقطه مهمه جدا في الحته دي، ان هي حته انها استحملت وقررت ويا حرام. هي احيانا على فكره يعني جزء كبير من الخلافات اللي بتحصل هو ان هما الاثنين مش فاهمين بعض. فهو بما ان احنا وي اجريد او احنا اتفقنا ان اصلا الراجل بسيط في احتياجاته وفي طلباته وفي دماغه، طب هي الست ليه ما تتكلفش العناء شويه ان هي تنزل من الكومبليكيشنز بتاعتها، تقدر تتواصل مع نفس الليفل البسيط ده، فلما تبدا ان هي تهدى بالموضوع شويه انلس او الا اذا الحب فعلا اختفى وان هي بدا يحكمها في مثلا هي خلاص قررت انا عايزه اشتغل ولا لا مش هتشتغلي. يعني في احيانا خلافات بنشوفها يعني حيطه سد، ده موضوع مختلف. لكن احيانا الخلافات ان هما الاثنين خدي بالك بيبقوا فاكرين قبل الجواز ان احنا هنخش احنا اتنين كوبي بيست من بعض، فاللي هو انت عارف طباعي انا عارفه طباعك، بيتصدموا بعد الجواز ان الدنيا لا الدنيا مش كده، انت لازم تتطبع بطباعي انا اتطبع بطباعك وتبدا حياه مختلفه. انا بحب انام في النور، ده بيحب ينام في الضلمه، ده بيحب مش عارف شوربه خضار، ده بيحبهاش، تبدا حياه مختلفه تماما. تو ديفرنت بيبل، شخصين مختلفين بيتطبعوا على بعض. فاللي بيحصل ان احيانا كتير الناس ما بترضاش تتنازل، ما بترضاش اللي هو خد بالك في تنازل ايجابي وسلبي. الايجابي اللي هو ان انا اجي على الحاجات وانت تيجي شويه فنقرب في النص، يعني اتس اوكي ان احنا نقرب في النص، لكن في ناس بتبقى لها لا تعالى المسافه كلها. تعالي نتفق على حاجه. الست من قناعتها كده عايزه تحل. الست عايزه تحل. طب انا عندي بس احنا معانا ست على التليفون. قبل ما التليفون يقطع ناخد رايها في الموضوع. ناخد علياء. الو الو، مساء الخير. مساء النور يا علياء، اهلا وسهلا. حنان عامله ايه؟ الحمد لله تمام. بصي دي اول مره اعمل مشاركه او مداخله في اي برنامج، بس بصراحه الموضوع في الدنيا. اهلا اهلا وسهلا. طلعي اللي عندك بقى ما تخبيش. اتكلم من شويه بيقول لك ان نسبه كبيره من في نسبه كبيره من الابهات واخدين ولادهم. انا عايز اقول له كام قصاد كام، كام قصاد كام، يعني كام ام بتاخد بتتحمل مسؤوليه عيالها بعد الطلاق من الالف للياء. وللاسف كتير من الابهات بيشوفوا الولاد وسيله عقاب للام، مش انت اخترتي الطلاق اشربي، وبمعنى كلمه اشربي ماديا ومعنويا وتربويا. وعايز اقول لك ان الست بتضطر تنزل تشتغل بلس شغلها مسؤوليه رعايه الولاد بلس ان هي سيبك من قصه المحاكم، لان المحاكم في بلدنا ماساه ماساه. انت بتحاربي سنين عشان تاخدي 300 جنيه في الاخر، هتصرفي على طفل اكل وشرب وتعليم وحاجات 300 جنيه. انا عن نفسي ما مشيتش في قصه سكه المحاكم، لاني لقيت ان انا يعني مش هضيع سنين من عمري ومن وقتي عشان اخد 300 جنيه في الاخر. طب قولي لي قولي لي علي احنا النهارده طبعا غير كمان مشكله الاولاد، هل فعلا المجتمع بيظلم الست المطلقه اكتر بكتير ما بيظلم الرجل المطلق؟ حقوق ولاد، حقوق الولاد فين؟ يعني ايه واحده تاخد 300 جنيه عشان تصرف على طفل؟ انا بنتي ذوي احتياجات خاصه داون. باباها سابنا يعني طلقنا وهي عمرها شهرين، عندها خمس سنين لحد دلوقتي ما شافهاش خالص خالص، متخيله؟ عملت قلب مفتوح. هو مش عايز اقول لك مصاريف الطفل ذوي الاحتياجات في مصر بتبقى عامله ازاي، يعني عشان يطلع شبه بني ادم او بني ادم. ما صرفش عليها جنيه. فالحمد لله انا قدرت او اهلي قدروا او انا ماديا قدرت ان انا اشيل الليله، بس غيري ما يقدرش. احنا مجتمع بيظلم الست، بيظلم الست. الراجل بيتنصل من مسؤوليته وبيعتبرها وسيله عقاب الولاد، وسيله عقاب اشربي اشربي. الست بتعرف تقوم بالدورين، بتعرف تقوم بالدورين. الراجل ما بيعرفش.
تمام، وجهة نظرك وصلت يا علياء. تمام وصلت. على فكرة النقطة دي مهمة جدا، خلي بالك من حاجة دلوقتي. النهاردة أنا كرجل هتجوز مطلقة النهاردة وعندها طفلة، أوكي، بتحمل مسؤولية امرأة بمصاريفها بولادها، حلو كده؟ فبأي منطق هوافق على دوت؟ أكيد هبقى تراجع مليون مرة. ليه على فكرة ما هو لا، أنا أقصد في حالة زي دي، في حالة زي دي النهاردة لو هي أعجبت بشاب النهاردة عشان يتجوزها في إمكانياته البسيطة المحدودة لسه عشان يكون حياته، أنا بيقول لنفسه كده هتجوز امرأة عندها مصاريف وعندها بيت وعندها اولاد وسعيدها في ده في ظهور اب متخاذل ساب كل المسؤوليات، ما هي هتقوم بولادها لو ما تشتغلش، بالنسبه لها عيب على رقم الجواز، وبالتالي بقت فرصه اصعب. تعالى نشوف بقى الراجل جوزها حصل له ايه. جوزها معاه مرتبه ودخله وكل حاجه وراح لوحده يصرف عليه، وما بيصرفش على اولاده، وراح ما بيصرفش وراح لوحده من جديد يجيب لها شقه ويصرف عليها، ما يتقبلش ليه حتى لو عندها 22 سنه. ففي النهايه بصي المقارنه ما بين امراه بقت متحمله النهارده مسؤوليه بيت وحياه وطفله وبنت عندها احتياجات خاصه، واب في النهايه خد فلوسه ودخله كل حاجه في الدنيا هيروح يتجوز بيه البنت اللي هي عايزاه، بنقارن بين ايه وبين ايه؟ كام في الميه من الرجاله بيقعدوا ولادهم معاهم؟ انا اظن مش اكتر من 1%، يعني لو انا حسبتها كده ما بقول كما كنت صفحتي عليها مئات الالاف، ويجي لي واحد منهم بس استاذ محمد يقول لي انا عندي ولادي في البيت، انا الوحيد البدور في وسط 100,000 واحد تقريبا، لا يبقى في مشكله. انت بتمثل كام في الميه؟ طب روشان انا سالت ايهاب سؤال، تفتكر الراجل بيحزن فتره قد ايه بعد الطلاق؟ قال لي 3 ساعات وفي اقصى الفروض ومصحف مجمل 5 ساعات. هقول لك على حاجه، تفتكر انت بقى ايه؟ هو الفكر انا بفتكر، يعني مش افتكر، هو ده اللي بيحصل عامه، يعني ان الراجل اول ما بيخرج من اي ريليشن شيب، خدي بالك حتى لو جواز او ريليشن شيب قبل الجواز، اللي بيحصل انه فجاه بيحس خدت حريتي، انه الراجل خدي بالك الست تبدا تحس بالامان لما تلاقي الراجل مناسب، والعكس الراجل يبدا يخاف لما يلاقي الست مناسبه، لانه فجاه بيبدا يتحمل مسؤوليه هو ما كانش متحملها خالص هو لوحده. فالراجل بيبدا يتعلم يعني ايه مسؤوليه لما بيقابل الشخص البارتنر او الطرف الثاني، مظبوط؟ فالراجل اول ما الريليشن شيب بتفك اول حاجه بيحسها انه يا حمل وانزاح من على قلبه، بس بيبدا بعد كده العواقب تبان في انه كان متعود حد من النوم كل يوم مثلا، لو قبل لو مخطوبين يعني اصلا بشوف النماذج دي، كان متعود انه كل يوم بيتصحيه الصبح مش عارف ايه، وبعدين تقول له مش عارف، وبعدين تتابع معاه ايه، وبعدين شويه حاجات كده روتين، بعد كده الحاجات دي كلها اختفت بالنسبه له صحرا، دلوقتي الحد اللي كان بيحبه ومعتمد عليه كل يوم مش موجود. تعالي بصي بقى في الجواز، هو كان معتمد ان في حد قايم بالبيت، قايم بالاكل بالشرب بالمعيشه بياخد ويدي معاه، حد هو مستريح له وتعود عليه وبيفضفض له، يعني على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، فيبدا يريلايز او يدرك ده. انا مضطريه اخد صفاه في الحته دي في حاجه واحده so بس thank you so much thank you ان الراجل اما بيطلق حقيقي الست بتفضل بولادها اسره. هي ايوه مظبوط، هي الاسره انتقصت شويه، انما هي عندها هو معظم الوقت اللي هو في الشغل، لو هو اسره موجوده مظبوط. هي قايمه بذاتها بولادها، صح؟ هو اللي بيروح لوحده. بس هو قادر على صناعه اسره جديده، هي مش قادره على صناعه اسره جديده. أنا عشان تدخل اقول لك حاجه، النهارده المطلقه اللي عندها بنت، لا انا اقصد اقول لك ان هو لازم النقطه دي ديفينتلي هيعاني منها، مظبوط؟ هو طبعا هيعاني منها 5 ساعات زي ما انت بتقول، انما هيعاني منها صناعه اسره. صناعه اسره جديده بالنسبه له تاخد وقت قد ايه؟ هو قرار ب 10 دقايق، هي عشان تصنع اسره. عايز اقول لك ان احنا عندنا حاجه اسمها المطلقه اللي عندها طفله، حط تحتيها مليون خط، ما ينفعش لو بنتها 12 13 سنه 15 سنه مزبوط. مستحيل تتجوز تاني، لان مين الراجل اللي هجيبه؟ انا حبيت واحد عنده 30 35 سنه وانا بنتي عندها 12 سنه، بعد 6 سنين هتبقى عندها 20 سنه. مش هتتجوز عادي كاسب قاعد بالفنانه الداخليه أيوة. في الكيس يعني يا جماعه، لا درجه شعر عذراء وشعر ابيض. انا بكلمك على واقع، اي ست بتجي النهارده تقول لي انا النهارده لسه صغننه وبنتي عندها مثلا 16 سنه ومعجبه بشاب عنده 35 سنه، انا خايفه بعد 3 4 سنين هيبقوا اتنين قاعدين، انا رايحه الشغل واتنين قاعدين في نفس البيت مع بعض. الان طبعا انا بقولش ان الراجل هو سيء ولا البنت سيئه، لكن هي نفسها أيوة حاطه الثقافه دي حلول جواها. في حلول للموضوع ده، في ان هم بيشوفوا بيت مشترك بره والبنت في سن معين. لا انت ما شرطتش، بس ده ثواني، لا بس ده بيحصل وعلى عقل الراجل بيحصل بقى الكلام ده اصلا، وده حصل اصلا. الراجل بيحصل نماذج بتحصل ونماذج لا، ما هو على فكره لو هو اتجوز ست عندها اولاد، ما هو الراجل المطلق ده ممكن يتجوز ست مطلقه هي كمان وعندها اولاد، مظبوط؟ وده عندي نماذج من هتبقى هي كمان عندها نفس المشكله. لا عندها هي مش عنده هو، لكن عايز اقول لك الاهم من كده، هو اللي انت قلتي عليه من شويه، هو بينسى بعد قد ايه؟ في حاجه اسمها الدوره العاطفيه للمراه، ودي من ثلاث ست شهور، عشان كده حتى الدين شرع لها حاجه اسمها العده. حتى مطلقه العده، الراجل ما عندوش عده، مش بس عشان الحمل، عشان خاطر الطاقه النفسيه. المراه عشان تخلص من رجل جواها جينيا محتاجه من 3 ل 6 شهور، يعني ممكن تقعد حزينه
في تجربه من 3 لـ6 شهور حد ادنى حتى لو هي مش حابه الرجل. اما الرجل نفسه في ناس بتقعد سنين. اه طبعا طبعا ما اقولك حد ادنى بقولك حد ادنى، لكن الرجل محتاج قد ايه عشان يتخلص من فكره المراه؟ هو بيدور على البديل، لو البديل افضل برضو ما لا مش الرجل يعني الرجل كائن متبرمج كده في كل الاحوال ولا راجل كده في كل الاحوال. انا وانت اتعلمنا ان الرجل مش بيبادي العاطفه، مش رقم واحد عنده غير مره. مظبوط. اذا اول احتياجاته هيكون ايه؟ هو النهارده هو متبرمج، الرجل كائن متبرمج على تحقيق الاهداف. اول ما بيطلق مش بيبص ان انا زعلان عليها ولا لا، بيبص مين اللي هتحل محلها، هي افضل دي اجمل لان هو ولا بيفكر فيها يمكن الموضوع بطريقه عمليه اكتر ان هو الكيان قرار. يقوم هو لازم تفهمي كده، راجل قاعد عند المأذون بيبقى حسبته كده، لما اروح البيت النهارده في حد يطبخ لي غيرها؟ ولا هي قاعده بتحزين على الذكريات وعلى العمر وعلى الحب وهتقابل بكره المجتمع ازاي وقاعد بيحسب يا خيبتها يا خيبتها اسمعوا يا ستات يا خيبتها يا نفيسه. وده وخد بالك ده جزء كبير من تعقيدات الست، ان هي بتفضل ماسكه في واحد واللي هو لا وانا حزينه ومش عارف ايه، والراجل لا، الراجل بيفكر بطريقه عمليه ان ازاي الحياه تمشي عمليه. اه بالك ازاي يبقى ده محتاج قد ايه عشان ينسى؟ بديل على طول، لو اتوجد بديل وهي قاعده في التليفون، يعني صاحبتها كلمته في التليفون قالت له تتجوزني، هيقول لها يا عم خلص الاجراءات خلينا نخلص. قصدي بسرعه مش الدرجه دي برضه بيقفر شويه. لا لا خلينا مش الدرجه دي. بص انا شايفه ان انت معايا من اول حلقه واحنا التيم الكسبان. لا لا مش معاكي قوي برضه، انت برضه واخده يعني انا واخده سكه في النص شويه. اه كان كده يعني. لا 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 برضه مش الدرجه دي مش الدرجه دي. طب معانا احمد على التليفون. الو الو. ايوه يا احمد. يا فندم اهلا وسهلا، منورين والله الشاشه يا فندم. كتر خيرك ده نورك. قول لي يا احمد بقى رايك أنا ايه؟ اتفضل. انا فندم شاب عنده 25 سنه. ايوه. ماشي، مطلق من 2 سنين. تمام. ومعايا طفل. تمام. مامه سابته وهو عنده 2 سنين وراحت اتجوزت. تمام. والطفل معاك؟ الطفل معايا انا اللي بربيه ومراعيه. طب قولي يا احمد انت اتجوزت تاني؟ عامة دي اكزامبل زي بتوضح ان مش بس الراجل اللي هو بيفلق ويجري ويهرب ويروح مش عارف ايه، لا في اكزامبلز في المجتمع. بس على فكره معلش انا مش شايفه ان دي اكزامبلز ان الراجل هو اللي عمل كده، ده اكزامبلز ان الست هي الغريبه انها سابت ولادها. اه صح. مش ان الراجل هو اللي هو عمره في حياته ما هيتبرع انه يعمل كده. بس انا كل مره كنت بسالهم هل طواعيه ولا مش طواعيه، السؤال ده وراه مغزى. قال لك ان الست سابته، سابت العيال وفلقت. ولا انت اللي جريت ورا عيالك عشان عايزهم معاك؟ خدي بالك، لان برضه هقول لك على حاجه في لا لا بس ايوه بس غريزه. وفي حاجه احنا عندنا مفهوم بتاع ان الولاد في سن معين لازم يقعدوا مع امهم، ده طبيعي. طب اسالك سؤال، كم ست في المحاكم بتطالب انها تسترد ولادها وكم راجل بيطالب يسترد ولاده؟ لا 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 ما تنساش كده لانهم بيخشوا في الموضوع ده عند. لا انا اقصد ايه؟ اقصد النهارده لو الراجل فعلا زي ما قالك بيهددها، الراجل احيانا ما يحب يهدد الست يقول لها لا لو اتطلقتي مش هديك الولاد، تهديد. ايوه لان عارف انها هتنزل تجري وراهم. إن يا جماعه ان الولاد بيقعدوا مع امها مع امهم، اذا القاعده ان الام النهارده مكبله بقيود اسمهم الولاد ومصاريفهم واعبائهم واحتياجاتهم، اذا الام النهارده مش قادره على اقامه تجربه جديده، هو الواقع هو يا جماعه بنقيس في الواقع. لا بس انت برضو ما تعممش، الراجل ده بقى حر دلوقتي فريدم. زي ما في التجربه دي زي ما في ده وما في ده يعني. ما طب احنا معانا سيد على التليفون ولا قفل؟ الو الو مساء الخير يا سيد. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله نحمد. اوعى تقول لي معاك الولاد بتوعك لحسن الله. انا شايف ان ممكن توطي التلفزيون خالص يا سيد وتسمعني من التليفون. لو قال مع اولاده بقى هقوم على طول. اه خلاص كده خلاص كده نوسع كده ونقعد. ايوه نقعد. ايوه يا سيد. الو. ايوه يا سيد اتفضل. والله يا فندم انا رايي ان الواحده اللي هي كانت مطلقه ايوه ما خسرتش برضو يعني، دي ما اكيد خسرت. ما ايه خسرت؟ خسرت معايا طلع معايا. طلع معاك ماشي يا بوسي. تمام. يعني مثلا انا متجوز اهو واحده مطلقه بس ما كانش معايا عيال خالص. تمام. ربنا كرمنا واتجوزنا جبنا 3 بنات. ربنا يزيد ويبارك ربنا يخلي. هي ما كانتش بتحب اول جوازه ليها. وكان على فكره من امريكا كمان. تمام. بس ما ارتحتش معاه. الله طبعا المصريين احسن. ايوه. لما انفصلت منه لا انا مش هديكي اي حاجه ولا هتاخدي اي حاجه والشقه اخدها منك. كل حاجه هاخدها منك. المهم البنت راحت ايه
اتطلقت منه وقالت انا مش هبكي على واحد غير بلدي، واحد من غير بلدي مش هبكي عليه. المهم ربنا كرمنا ومعنا ثلاث بنات. بقولك يا ابو السيد، لما تقدمت لها والدتك موجوده ربنا يديها الصحه؟ الحمد لله قعدت معاها سنتين وطلقت. ما يتلكش. طب انت ايه اللي يجبرك تتجوز واحده مطلقه بصراحه يعني؟ لا والله العظيم امي وليها ريفيه وبتحب الستات كلها وبتحب كل. طب ده في الريف اكتر، الظاهره دي موجوده في الريف اكتر، ان الست في الريف تقول لك ايه انت ليه تتجوز واحده مطلقه دي يا ابني، طب ما انت قليل، ما تقلقش الكلام ده اصلا. لا والله امي وليه يعني الله يرحمها، لو ستات مصر كلهم زي امي كنا خيرناهم رؤساء. ربنا لا يعني انت طبعا النموذج الحقيقه محترم جدا جدا يا سيد، وبرده مش يعني، ولو ان في دلوقتي رجاله كتير بتتجوز على فكره كده. انت على فكره نظرتك بقت وحشه على فكره، في رجاله كتير. ايوه كنت هضربه امبارح على الصفحه واحنا بنتناقش على الموضوع ده اصلا. بيقول لي انا بتقدم لواحده مطلقه ماشي، وداخل فباباها بيقول لي مؤخر وقايمه وشقه وايه ده؟ قلت له ماشي، ايه اللي انت بتقوله غريب ده؟ قال لي يا عم دي مطلقه. قلت له طب اقفل السكه، طب في وش السكه، انت بتكلمني على ايه يعني؟ بتكلمني على بوبي في الشارع؟ مطلقه، امراه عاديه جدا، اهلها بنت صغيره، اهلها طالبين لها حياه عاديه جدا، مؤخر وطالبين شبكه وطالبين شقه وكل حاجه. ليه بقى انت رايح هناك تتجوز عشان بتسترخص يعني؟ انت اخترت مطلقه بالسرخص؟ مش ممكن تكون اجمل وافضل وارق واكتر دينا وخلقا من الفيرجن؟ خد بالك هو لما الثقافه غريبه يعني، انا وصلت الثقافه دي هتتغير ازاي لما يخبط كذا باب وفي الاخر كل باب هيلاقي فيه كده، هيكتشف فجاه الكونسبت عنده هيتغير. لو انت قعدت تقنعه من هنا للسنه الجايه اي فكره، خد بالك تقنع اي حد باي حاجه من هنا للسنه الجايه عمره ما هيستجيب، لازم يخبط كذا باب ويترفض كل مره، وكل مره يقولوا له ايه اللي انت جاي تهوهو فيه ده، في الاخر ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك لا ده انا فعلا طلع ان المطلقه الموضوع مش زي ما انا كنت فاكر. فساعتها هيتعلم الدرس بس بالطريقه الصعبه شويه. هي اللي بتتنازل، انت قصدك تقولي ان هي المطلقه exactly. هي لو اتنازلت ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هي اللي هتتعلم الدرس ده وتقول والله هتحفر كده الدرس ده في الخشب، هتقول لك انه اثبت كده، هي كده هتبقى اثبتت له ان هو كلامه صح. لو في واحده فيهم الايام وافقت اه والله ده انا شايفه نفسي مطلقه وما ينفعش ان انا اقبل، يلا اقبل باي حاجه عشان ايه؟ اسطر نفسي. طب ما انت اللي قبلتي، فساعتها انت اثبتتي لي والناس غيره كتير ان المطلقه ببلاش، صح ولا مش صح؟ لكن لو الست هي اللي حط، خلي بالك الست مسؤوله عن الستاندرد، انا اللي مسؤوله كست ان انا ارسم السلالم للراجل، والله هيطلع يبقى عايزني، مش هيطلع يبقى سوري يبقى انا في غنى. عارفه يا حنان انا يعني فرحان جدا بالحلقه دي النهارده، انا نفسي نوصل، هتلاقي ان كل قناعاتي طول الحلقه على حاجه واحده بس، من فضلكم تعاملوا مع المطلقه على انها شخص سوي كامل الاهليه. ليه؟ لان ده يخلي ما يخليش النهارده عندي في البيوت خالص الزوجي وطلاق عاطف في البيت، الست مقهوره وعايزه تتطلق بس ما ينفعش اخد اللقب وابقى مرميه في الشارع. لو اتعاملت زي ما انت قلتي كده في الدين، اصل الدين بتاعنا ان هو مطلقه، احنا مختلفين انا وانت وما فيش بينا، وممكن نبقى اصحاب جدا ونتطلق دلوقتي وزي الفل، وانا امراه سويه واتجوز بكره وانت تتجوز، ايه المانع؟ ويبقى الطلاق سهل. اما اقول كلمه سهلوا الطلاق الناس بتشتمني، يعني ايه سهلوا الطلاق؟ سهلوا الطلاق بدل ما تبقى المرأة جوه بيتها نفسها تتطلق ومفيش أي نقاش ولا حياة بينها وبين الرجل وعايشين عشان يربوا الولاد والاتنين موتى ظاهريا، بسميه الخرس العاطفي اللي بيؤدي للطلاق الروحي يعني، وبيوت مقفولة على بعضها موتى. حتى بيوتنا واحنا زمان تلاقي الأب والأم ما بيتكلموش أصلا مع بعض، هو جاي في سكة يخش ينام وهي، وبيت مقفول على بعضه لمجرد إن هي ما ينفعش تاخد لقب مطلقة، يتقال عليها وأهلها إزاي يقبلوا، وبيوت كده تقول لك إيه؟ ما عندناش بنت بتطلق، دي قاعدة في أي أب في الدنيا، بنت تجي له البنت والله العظيم بنت جالي بتقول لي جوزي والله العظيم بتقول لي كده جوزي بيشتمني ويضربني ويمسح بيا الأرض وأخش الأهل يروح ناكل استحملي، ما كل الرجالة كده، إحنا ما عندناش بنت بتطلق، أنتوا بتقتلوا البنت، البنت دي لو عصت خانت مسؤولة دلوقتي، أنا ببرر لها أهو على الهوا، أنت صادق زوج بيخون كل يوم وزوج بيشتم وزوج بيضرب وزوج جيل ومطلوب منك أهلك بيديله كارت بلانش من فضلك اعمل فيها كل اللي أنت عايزه، لأن إحنا ما عندناش بنت بتطلق. اعمل قمع عندك جاريه هو بهدل فيها، اجيب لها حقوقها منين اساسا؟ فلو المجتمع اتسرع فكره ان الطلاق دي حاجه عاديه، وان انا ابص الاقي امراه هي بتحترم جوزها وعامل المطلق زي المطلقه وما اداش للمطلق حقوق ازيد عن، بس احنا عامه هو اصل احنا يا جماعه واحنا بندي للرجل عامه حقوق اكتر من الرجل من الست، فطبيعي ان المطلق يكون عنده حق اكتر من المطلقه. 10 اضعاف يعني 10 اضعاف ملهاش. طب انا عايزه اختم معاكي روشان بقى، اديني كده مش روشتة يعني ستبس كده الزتونه كده زي الفيديوز اللي انا بعملها على الفيسبوك. ايوه حاجه كده اوكي عارفه اللي هو برشامه اللي كده تقولي لي فيها المطلق المفروض
يتعامل ازاي والمطلقة المفروض تتعامل ازاي عشان يمر من تجربة الطلاق. اوكي ده سؤال حلو جدا. اللي بيحصل ان احنا غصب عننا لما انت مثلا واحد متعود انه يتنرفز فبيشرب سيجارة، واحد متعود انها مثلا واحدة متعودة انه لما بتزعل قوي تروح تمسك برطمان النوتيلا تقعد تنهش فيه. انا بعمل كده. الله انا جبت اجزاز دوست. أيوة على الوجيه. أيوة الوجيه. اللي بيحصل ايه هنا؟ انك رسمتي تراك عصبي في المخ واسع قوي متعود عليه، فاول ما بيحصل انه انا كنت متعود على حياه معينه فجاه الحياه دي اختفت، فبتلاقي ناس غصب عنهم يتجهوا لعادات غير صحيه زي مثلا السهر كتير، او انه يا اما يسهروا قوي يا اما يناموا كتير هربا من المشاكل، يا اما يشتغلوا كتير. يعني بتلاقي في اكسسيف يوسج اوف حاجات كتير، يعني فاهمه، حاجات مبالغ فيها، اما نوم كتير يا اما شغل المبالغه كتير، في اي نوع المبالغه في اي حاجه، اما القعده على القهوه بالساعات، اما عايز اقول لك والله كنت اعرف ناس بتقعد تشيش مثلا بال 18 حجر، اللي هو قاعد ما بيفكرش في حاجه غير في اللاشيء، غير انه قاعد بس بيضيع وقت لانه ما عندوش بيت يرجع له، خلاص كده انا قاعد ما عنديش حاجه. فالفكره في ان احنا عايزين نقول للناس ايه؟ التراك العصبي او المسار العصبي اللي في دماغك ده هو واسع قوي، طب نعمل ايه؟ عايزين نخلق تراك عصبي او مسار عصبي في مخك جديد عقلك يمشي فيه. فطب اخلقه ازاي؟ ده هيحتاج منك شويه مجهود انك تبدا تريبليس او تبدل الاكتيفيتيز اللي هي كنت انت متعود عليها والروتين اليومي بحاجات تانية. يعني مثلا انا دلوقتي بقى عندي فجاه ست مطلقه او راجل مطلق مثلا، هفترض ان مفيش اولاد، انا فجاه بقى عندي وقت فراغ كبير جدا، لازم اقعد مع نفسي اكتب لنفسي بلان، ولو انا ما عرفش اعملها بنفسي استعين بكوتش، استعين بمدرب او كوتش يفيدني ازاي اعمل حاجه زي كده. اعمل بلان، اشوف ايه الحاجات اللي انا بحبها، اشوف يعني عايز اقول لك ان كتير من الستات مثلا كانوا بيشتكوا من حته لا ده انا كنت، او الرجاله والله كمان لو ما كانش عندي وقت لنفسي، فيقول طب انا وقتك نفسك جه اهو يلا بقى ورينا همتك. فوالله واحد يقول لك مثلا كنت بحب التصوير، طب يلا انزل اشتري العده، مش لازم والله حتى تشتري، اشحت من صحابك شوف بتحب الموضوع عجبك اشتري. فتبدا تعمل بلان. واحد تاني مثلا يقول لك انا بحب الاعمال التطوعيه، واحد تاني يقول لك انا مثلا اشغل وقتك. يعني انت الفكره بالنسبه لك اشغل وقتك بشيء مفيد وليس بعاده سيئه. مع التكرار هتلاقي ان التراك القديم بدا يضيق والمسار العصبي الجديد بدا يبقى هو ده الطبيعي. فتيجي تبصي على الشخص تلاقي ان حياته ما بقتش فراغ او ما بقتش فاضيه او ما بقاش اللي هو انا قاعد بقى حزين. بس انا برضو عايزه اقول لك على حاجه، احنا هنتقابل هنا كمان 3 سنين عشان انا شايفاك هتتجوزي كمان ان شاء الله قريب 3 سنين وتجيلي هنا. والله يعني بصي يعني بحاول على قد ما اقدر انه انفذ العلم اللي انا ده ميعاد على الهوا، عارفه اللي هو ميعاد على الهوا ده. أيوه ميعاد على الهوا كمان نفس الميعاد. ميرسي جدا لوجودكم. ثانك يو سو ماتش. احنا وانا اتفقت معاك برضو في بعض الامور، اضطريت ايوه اتفق معاك في بعض الامور وبرضو مع روشان في بعض الامور. ميرسي جدا لوجودكم، ونتمنى ان احنا نكون وصلنا الفكره زي ما ايهاب الحقيقه ختم وقال ان هي في الاخر الفكره انه المطلقه المفروض ان هي زي المطلق على فكره، الاثنين المفروض عندهم مشكله، مفيش داعي ان احنا نيجي فقط على الست المطلقه والرجل المطلق يتمتع بكل حقوقه ويبقى عايش حياته حر طليق ويقدر ان هو يبقى عنده الفرصه ان هو يبدا حياه جديده، في حين ان احنا بنكبل المطلقه بقيود كتيره جدا. فاصل وهنرجع نكمل معاكم بقيه حلقتنا. زي ما قلت لكم في اول حلقه، الفقره الثانيه هنتكلم فيها عن حلم الرشاقه، وحلم الرشاقه والوصول للجسم والوزن المثالي ده حلم كل الناس على فكره بلا استثناء، لكن في اللي ما بيقدرش يجي على نفسه وبيضطر ان هو بعد عده محاولات، ودي حاجه مش عيب برضو، اللي بيلجا لاي وسيله مساعده ده حاجه مش عيب، لكن في ناس بتقدر. احنا النهارده بقى معانا ومنورنا في الاستوديو ناس قدرت بارادتها المنفرده ان هي تخسر كتير جدا من وزنها لغايه اما توصل للوزن المثالي. هناخد من تجربتهم دي مثال نقدر نشجع بيه ناس تانية بتتفرج علينا. منورني النهارده في الاستوديو هند عبد الهادي، وهي بسبب تجربتها دي اصبحت ملهمه ومستشارة تغذية للناس على السوشيال ميديا. مساء الخير يا هند. ومنورني ايضا كمال طارق، اللي اتولد الحقيقة من جديد بعد ما قدر يخس من غير لا دكاترة ولا عمليات ولا ادوية بالنظام غذائي، وفي 3 شهور بس. انا قلت لك هقر عليك على حكايه 3 شهور دي، مش قادره اسرع. الرجاله بتحرق اسرع من الستات جدا، مش ممكن. في البدايه عايزه اعرف كده كل واحد فيكم كان كام كيلو وبقى كام كيلو؟ ابتدي بهند. انا كنت 135 وبعدين نزلت ل 75 كيلو. انا طولي 176، انا طويله.
والوقت ازاي ده كام كيلو عضلات؟ في قد ايه؟ في وقت قد ايه؟ 13 شهر يعني سنه وشهر. كمال كنت كام وبقيت كام؟ كنت 122 كيلو وبقيت 85 في 3 شهور. 3 شهور. رياضه واكل ولا اكل بس؟ كنت باكل كل اللي انا عايزه. يعني ما كنتش ماشي حتى كمان على حاجه، ما انا بس اللي كنت باكله كنت بحرقه كله، كنت باجري كتير جدا. طب ابتدي الاول، ايه اللي تاكل دافع مره واحده انكم تقرروا انكم تخسوا؟ بالنسبه لي انا كنت كترت قوي، وبعدين ابتدت بقى برده ركبتي توجعني، واقل مجهود انهج يعني. برده كنت شغاله في شركه في الدور الثاني، لو انا يعني والاسانسير مش موجود فاستنى الاسانسير، يعني هي في الدور الثاني يعني مش قادره اطلع السلم. كنت بشنطه ايدي على دراعي الشمال مش قادره مش مستحملاها، فقلت يعني انزل شويه يعني مش يسورتك قبل ما قلت اخس شويه يعني مش قصدي والله اخس 60 كيلو، بس واحده واحده ابتدى الموضوع يعجبني لغايه ما وصلت لوزني دلوقتي. كمال انت ايه اللي الدافع بقى اللي خلاك قرار يعني انت صحيت قلت انا هخس يعني هخس؟ يعني الحاجه الاساسيه كانت ان انا كان نفسي ادخل يعني اي كليه عسكريه من زمان، فدي كانت من ضمن الحاجات اللي خلاني اخس، اللي اداني الدافع اكتر من كتر طريقه زمايلي واهلي وكده وكلهم على جسمي، يعني ده اللي خلاني اخس باي طريقه. يعني اصحى تاني يوم خلاص يعني كرهت جسمي، بقيت ابص لنفسي يعني كيف مرايه، ما بقتش حابب شكلي عموما. طب هل كان ليك تجارب كتيره مثلا فاشله قبل كده مع دكاتره بقى ورجيمات كتير وحاجات من النوع ده؟ دي صورتك قبل ما شاء الله. يعني فوق حوالي مثلا سنه ممكن يعني في التجارب الفاشله دي. يعني انت قعدت تجارب فاشله سنه وانت مع نفسك اما خدت القرار في 3 شهور قدرت تخس ده كله؟ كنت اروح لدكاتره، كنت اقعد ساعات يعني انزل اجري شويه اتعب اقول ليه اخد برشام اي حاجه تخسسني بتاع، وانا قاعد في البيت ما كنتش بحب ابذل مجهود. فقعدت سنه على الموضوع ده لقيت نفسي زي ما انا ما اتحركش من النقطه اللي انا فيها. انت كان ليكي برضه تجارب فاشله قبل كده مع رجيمات؟ يمكن وانا في سن صغير يعني وانا في ثانوي. طب ايه اللي كان السبب ورا الفشل التجربه كل مره؟ ان بصي لو دكاتره فهم ما بيشتغلوش على العامل النفسي، والاكل كله اصلا بالجوع بكل حاجه نفسي. فانا يمكن لما وصلت للنقطه النفسيه هي دي اللي خلتني اتشجع، و يعني تفكيري في الاكل نفسه اختلف. ان بعد ما كنت بقول المياه الغازيه دي طعمها حلو والشيبسي والحاجات دي بتفرحني وكده، لا ابتديت اتكلم عنها وحش، ادور على اضرارها. المياه الغازيه بتملى جسمي ميه وبتاذيني وبتاذي الكلى، فانا طول الوقت بكرر الكلام ده فكرهت المياه الغازيه. فحاجه تانية زي مثلا كنت بحب قوي الشوكولاته، قعدت ادور ايه الشوكولاته اللي ممكن ما تتخنش، فعرفت ان في شوكولاته فيها اللي هي الدارك شوكليت معديه 70% كاكاو، دي بقيت اكلها. في الاول كنت بحس انها مره وكده، كنت افتح عليها كيس سكر دايت، دلوقتي بقيت احبها، احب كل حاجه مره، ما بقتش احب الطعم المسكر. بس واحده واحده بقى ابتديت اعرف اكتر في التغذيه وفي وايه الاضرار وايه الحاجات اللي هو ما فيش حاجه فعليا بتخليكي تخسي، بس في حاجات بتعطل حرقك. هي دي اللي انا بقيت اتجنبها، فطول ما انا بتجنبها طول ما انا بخس. هنيجي بقى للكلام السبيسيفيك ده، بس عايزه الاول اروح هنا كمال واساله، انت قدرت ازاي تخس ده كله في 3 شهور؟ اديني بقى بروجرامك مش ازاي؟ بروجرام ان انا كنت دايما ما بحاول ان انا لما بنزل اجري ما باخدش معايا يعني ولا باخد معايا فلوس ولا بروح مثلا بالعربيه بتاعتي. بسيب فلوس عشان اجبر نفسي ان انا امشي وما اركبش اي مواصلات او كده، فده كان اكتر حاجه بتديني حاجه ان انا اجري. ما بيكونش معايا فلوس اركب او ان انا اروح بحاجه او اجي، فكنت بضطر غصب عني ان انا امشي او اجري. كنت بتجري قد ايه وبتمشي قد ايه تقريبا؟ يعني افرج في اليوم كنت بجري حوالي 3 ساعات مثلا متواصل، بس جري مش اللي هو حتى ماشي بتاع رياضه، كنت بجري باجي على نفسي كمان كتير. وفي شهر رمضان ده طبعا كان الشهر اللي في النص ده يعني كان اكتر حاجه ساعدتني ان انا اخس اكتر. هما الثلاث شهور دول كان فيهم رمضان؟ اللي في النص. وخسيت في رمضان؟ لا ده انا كده مش هحقد عليك، ده انت تبخر نفسك النهارده عشان تبقى فاهم، ده الواحد بيتخن في رمضان من ريحه الاكل بس. يعني ما كنت بنزل يعني كل ده معظم الجري بتاعي كان بيبقى قبل الفطار مثلا بساعتين، كنت يعني ارجع البيت على ميعاد الفطار بالظبط، بيكون جسمي كده يعني حرق كتير. ايوه بس انت حرقت كتير بقى وجعان هتاكل كتير. بكون جعان بحاول اكل بقى اي حاجه ما فيهاش اي دهون. وساعات لما يعني حتى لو كلت كمان حاجه لما بكون جعان باكل بضطر بعد الفطار كمان اروح اجري تاني واعمل رياضه تاني عشان احرق حتى اللي انا اكلته ده. طب وانت كمان لعبتي رياضه اثناء لا انا بعد ما خلصت
بعد ما خسيت. يعني انت اعتمدتي على الاكل فقط لا غير؟ اه. نظام غذائي صحي. هو تقريبا 80% من نزول اي وزن الاكل. الرياضه دي بتبقى حافز ان يعني انت لما بتزودي الكتله العضليه حرقك بيعلى، انما الاساس في الاكل. يعني انت لو بتلعبي رياضه وبتاكلي براحتك هتتخن. لازم برضو تظبطي الاكل. طب انت قلتي لي ان كان في اكل معين انت بطلتي تاكليه لانه بيعطل الحرق. اه. زي ايه بقى؟ الدقيق الابيض، الملح الابيض، السكر الابيض، دي اول حاجه. طب يعني بداله دايما في حاجه بدلها، يعني الدقيق الابيض في بداله الدقيق القمح الكامل. السكر الابيض في بداله السكر الدايت. الملح. السكر البني؟ لا، زيه زي الابيض. ايه ده؟ للاسف. في بقى حاجات تانية زي المياه الغازيه. طب الملح ايه؟ الملح للاسف، بصي الملح يعني لو انت هتحطي رشه خفيفه ماشي، انما انا كنت ازاي؟ كنت بغمص بالملح. يعني ايه بحط؟ انت كنتي ملحك كتير في الاكل او يعني. مخلل طبعا وكده. ده المخلل ده مصيبه كبيره. مش بيقولوا ان الفلفل الحراق الاحمر ده بيحرق؟ الحراق مش المالح. يعني لو انت تاكلي فلفل حراق او شطه حراقه ماشي مفيش مشكله، انما الملح لا. الملح بيخزن ميه في الجسم، في الجلد. وكمان بيأذي الكلى وبيرفع الضغط وحاجات كتير. ما هي بس الفكره ان انت بعيدي عن الحاجه اللي بتضرك هتخسي. ايه اللي اتغير فيك يا كمال بعد ما وصلت للوزن المثالي؟ الاراده اللي جاتني خلتني اخس ده يعني ما ساعدتنيش في موضوع خسان بس، يعني غيرت شبه حياتي كلها العمليه والدراسيه كله. يعني جه في بالي ان انا طالما يعني جاتني اراده ان انا يعني قعدت زي ما قلت حياتك في تجارب فاشله يجي سنه عشان اعرف اخس. لما حطيت في دماغي ان انا اخس لقيت نفسي امنت إن أنا بنفسك يعني امنت بنفسك. حطيت في دماغي حاجه لقيت نفسي وصلت لها، فجه في دماغي قلت ايه اللي ما يخلينيش انا اوصل لاي حاجه انا عايزها بعد كده غير موضوع الخسسان. في دراسه وفي حاجه دي كلها، يعني من ثانويه عامه انا كنت بكره حاجه اسمها تعليم. محبش تعليم نهائي، ولا كنت بحضر دروس ولا اي حاجه. يعني لما دخلت الجامعه يعني حطيت في دماغي برضو ان انا ابقى حاجه كل ده. دخلت ايه في الاخر؟ ساعدني. دخلت كليه ايه؟ وانا دخلت في الكليه الجويه واتقبلت وعديت الاختبارات كلها وكنت ترشحت كمان طيار اول كده، بس العدد ساعتها اكتمل على حظي وتخطيت احتياط. بس ان شاء الله اقدم برضو السنه الجايه تاني، وما ينفعش هخلص تعليم واقدم ظباط تخصص لحد برضو ما اوصل للحاجه اللي انا عايزها. ها تمام. يعني ده علمتك كمان الاصانك تفضل ورا حلمك. انا لما عموما اي حاجه في حياتي اي حاجه ببقى عايز اوصل لها بوصلها باي طريقه. قولي لي انت، انا عارفه انك انت يا هند بعد التجربه اللي انت عملتيها دي الهمتي ناس كتير جدا، وانك دلوقتي بتدرسي تغذيه. عايز توصلي لايه؟ والله نفسي اوصل ان ستات البيوت في البيت يطبخوا اكل صحي. ازاي بقى؟ ان انا هقول لك، انت مش انت بتعملي مكرونه بالبشاميل؟ طب انا هخليكي تعمليها بشكل صحي وتنبسطي برضو بالاكل فيها. طب قولي لي اديني وصفه. نتكلم عن البشاميل مثلا. هتعمليه من غير دهن خالص. وبلبن خالي دسم. هتحطي مثلا 4 معالق دقيق قمح كامل بدل القمح الابيض الدقيق الابيض، وهتحطي 4 كوبايات لبن خالي دسم وتحطيهم على النار. هتحطي رشه فلفل اسود ورشه جوز الطيب، ولما تتقل تبقى خلاص خدت قوام البشاميل هتحطي شرايح جبنه لايت بقت بشاميل. بس يعني لو هتحطي بقى اللحمه المفرومه تجيبيها اصلا بدون دهن خالص، تجيبيها اللحم احمر صافي مفروم. هي تفاصيل بس انت بتبعدي عن اللي بيضرك وبتقربي من اللي بيفيدك. بس بعد ما تعمليها هتحطي مكرونه وكده، طبعا مكرونه نشويات، خدي قطعه كده محترمه وخدي جنبها سلطه وفراخ مشويه، ما تاخديش قطعتين ثلاثه. هي طريقه تفكير. بعمل مثلا مكرونه بالوايت صوص، بعمل البانيه، كل حاجه. طب احنا نزلنا سالنا الناس في الشارع عن الحلم بتاع الخسيه والقصه دي، تعالوا نشوف راي الناس ونرجع نكمل تاني. جربتي تعملي دايت قبل كده وخسيتي؟ اكيد جربت كتير، بقالي سنين بجرب اعمل دايت. انا جربت مرتين. اول مره كنت ماشيه على نظام، بس كنت يعني كان الدكتور مشيت على نظام من على النت بصراحه، ما كنت يعني ما بدي انحف كتير، بس كانت الفكره انه بدي انحف شوي صغيره يعني خلي جسمي منيح. جربت قبل كده بس ما وفقتش في الموضوع ده. عملت دايت كتير جدا جدا جدا، اي انواع كتير ودكاتره كتير وكده، فعلا في مرات خسيت كتير يعني مثلا بتاع 12 كيلو ولا حاجه، وفي مرات لا. عملت كتير كتير وخسيت فعلا. جربت كذا مره قبل كده والحمد لله نزلت نزله محترمه جدا جدا، بس للاسف بعد كده ببقى واخد الموضوع في الاول مهم جدا جدا، واراده ان انا 3 4 اشهر وابقى كويس، وبعد كده العزيمه بتهبط بصراحه. جربت مره وما نفعش. في اكتر مشكله بتواجهك في الرجيم؟
هو بصي هو بتختلف من جسم للتاني. يعني انا مثلا يعني هقارنك مثلا انا واختي، اختي لو انا وهي قلنا هنعمل رجيم مثلا، هي بتقعد لو قعدت اسبوعين ماشيه على نفس اللي انا بعمله هي تلاقيها مثلا نزلت 5 6 كيلو، انا هتلاقيني نزلت كيلو مثلا ولا. فهي بتختلف من طبيعه جسم للتاني. بيمنعونا مثلا مره واحده عن كتير شغلات، فهي بالنسبه لي انا يعني انه انا كنت باكل شغله كتير وبعدين فجاه توقفوا لي عنها، فهي بالنسبه لي صعب. يعني لو بشوي بالراحه يعني فالموضوع بيبقى اسهل بكتير. يعني المشكله دايما اللي بتواجهني ان انا مواعيد شغلي بخلص بالليل واروح اخر اليوم، فعلا لازم في وجبه رئيسيه فباكلها وبنام. هي دي مشكله بتقابلني دايما. موضوع الاكل ان انا ما اكلش حاجات انا بحبها، هي دي بس دي الفكره. وموضوع العشاء ده برضه مش بنتظم على اكل معين، يعني مش بحب حتى اول نص رغيف الصبح وبعد الظهر مش عارف ربع فرخه او كده، فمثلا بنسى ان انا اكمل الحاجات انا مثلا محتاجاها، فمش هكمل واصلا مش بعمل رجيم. كل واحد بيستفز الواحد بالاكل، يعني مثلا يقول لك الاكل ده جميل الاكل ده حلو كده. طبعي ان انا بنام بالنهار وبسهر بالليل. يمكن التقرير ده وكلام الناس دي اكتر الغلطات الشائعة اللي الناس كلها بتقع فيها. من وجهة نظرك ايه اكتر غلطة شائعة الشخص بيقع فيها وهو بيخس؟ يعني لما بيجي ياكل يعني يحط في دماغه ان هو يخس بتاع حتة الاراضي دي ما يعني بيجيش عنده، اللي هو لو لا اكل ممكن يضعف قدامه وياكل. طب وازاي ما يضعفش؟ يضيع كل اللي يعمله. ازاي ما يضعفش؟ يعني انا عن نفسي لما يعني في وقت ما كنت بخس، يعني لما لقيت نفسي خسيت شوية عشان ما ارجعش اتخن تاني، كنت طول الوقت يعني صور اللي وانا تخين كنت حاططها طول الوقت قدامي، صورتي في البطاقه لحد الان ما غيرتهاش. كل ما ابص منظري او احس ان انا هرجع في يوم من الايام للشكل ده، ولو جه اي اكل قدامي ما اضعفش مع ذلك ما اجيش ناحيته خالص. لما اقعد افكر ان انا هرجع في يوم من الايام للشكل اللي هيبقى قدامي ده لحد دلوقتي، يعني في ناس تبص على صورها مثلا وهي تخينه بعد ما تخس تقول لك احرقها ولع فيها اسيبها. انا لحد الان لسه محتفظ بكل حاجه وصورتي في البطاقه زي ما قلت لحضرتك ما غيرتهاش عشان ما ارجعش للمنظر ده في يوم من الايام. قولي لي هند، ايه ايه اللي اتغير؟ دي صورتك في البطاقه بالظبط. تمام. ايه اللي اتغير فيكي بعد ما وصلتي للوزن المثالي؟ اتغيرت كلي، يعني انا ما كنتش اعرف ان الشكل من بره بيأثر فينا نفسيا كده. يعني اكتر حاجه اتغيرت فيها ثقتي في نفسي، يعني بقيت قادره ان انا اعمل اي حاجه، اي حاجه هي نفس الطريقه، يعني اي حاجه في حياتي عشان اخد فيها خطوات هي نفس الطريقه، نفس الاسلوب، زي كنت بحفز نفسي، زي كنت بحط خطوات واطلع عليها، هي نفس الطريقه. هل تفتكري ان كل جسم فعلا مختلف عن التاني، وان كل طريقه جايز الطريقه اللي انت تبعتيها ما تناسبش حد تاني؟ بصي هي كل جسم مختلف عن تاني، كل سن مختلف عن تاني، والشباب غير البنات وكل حاجه مختلفه. وانا قدرتي غير قدره غيري، بس احنا ايه اللي بيتخنا؟ هو الاكل. طب ليه احنا بندخل من الاكل ولو انه هو نعمه من عند ربنا؟ هي طريقه تفكيرنا في الاكل، هناكل الاكل بطريقه صحيه فمش مش هندخل. بس هي الفكره في النهايه بالنسبه لك دايما هي انك انت تختاري الانجريدينتس بتاعه الاكل بطريقه صحيه، هي دي اللي هتفرق معاكي في هي دي من الاخر، يعني مش مفيش حاجه تانية. طب وانت انت اكيد مش هتقعد تطبخ بقى وتحط لبن خالي الدسم وحاجات كده، انت بتاكل الاكل عادي اللي موجود. وكنت باكل كله ولحد الان باكل اللي انا عايزه، بس في نفس الوقت اللي باكله بحرقه بعدها، يعني يوميا لازم بالليل انزل اجري واتمرن عشان احرق كل اللي انا اكلته ده عشان ما يتركش. بس بتاكل عادي يعني ممكن تضرب مثلا رز على ملوخيه على محشي على كده؟ باكل اللي انا عايزه، ومع ذلك يعني كل ما باكل اكتر كل ما ببذل مجهول اكتر، يعني مجهود اكتر، يعني فاهمه، بنزل اجري اكتر، باجي على نفسي اكتر وانا بجري. طب رايك ايه في نظريه ان الناس دايما بتقول ان اللي عودنا واللي خلى الناس تتخن قوي الفتره الاخيره هو اكل الشارع مش اكل البيوت؟ دي حاجة فعلا أنا كنت كتير جدا بعملها. أنت وقت ما تخنت قوي كان اعتمادك معظم الوقت على أكل الشارع؟ وغير كده لما يعني الزهق والقعدة في البيت. إن دي أكتر حاجة كانت بتخليني آكل، لما بكون قاعد لوحدي في البيت وزهقان مش مشغول في حاجة وفي حياتي عموما، كنت لازم أطلب أكل من بره، أفضل آكل في البيت كتير وبالذات الأكل بالليل طبعا. دي أكتر حاجة كانت بتخني بمعنى الكلمة، وبتخن أي حد عموما الأكل بالليل، الجهاز الهضمي طبعا ما بيشتغلش والجسم نايم بالليل. فدي من ضمن الحاجات اللي بتخن جدا. طب يا هند، بما انك انت دلوقتي بتشتغلي في المجال ده يعني مهتمه بيه، تنصحي بايه للناس اللي بالذات زي ما كنا شفنا حالا في التقرير، لو حد بيشتغل وشغله بيحتم عليه ان وجبته الاساسيه بتكون بالليل، يعمل ايه؟ هو حل بسيط، لانش بوكس.
ودلوقتي بقى في علب بتدخل الميكروويف وفي علب بتحتفظ بالحراره وكل حاجه. الاكل اللي المفروض تاكله بالليل حطه في العلبه وحطه عندك في اللانش بوكس وخده معاك الشغل الصبح، ما تجوعش نفسك. ولو جيت بالليل عايز تاكل كل حاجه ما فيهاش نشويات بس، واهتم بالميه، اهتم ان انت تفطر قبل ما تنزل. طب هل الواحد بعد ما بيخس يقدر ياكل بقى براحته تماما ويبطل ان هو ياكل بقى الاكل؟ ما هو لو رجع ياكل بقى، ما هو هو انت لو بتاكلي براحتك، انت بتاكلي اكل دايت براحتك، الدايت مش تونه وبيض مسلوق. ما انا لما هعمل كل وصفه بطريقه صحيه انا باكل براحتي، يعني راحتي اللي هي الاكل المضر قصدك الفاست فود وكده. طب ما انا لو رجعت دوا هرجع اتخن تاني. يعني كل فتره كده الواحد كل فتره مرتين في الاسبوع. مرتين؟ ده انت هايله والله. أوكي. مرتين حلوين. طب وانت بتكافئ نفسك كل فتره باكل وشرب، ولا انت قطعت ميه ونور؟ على حسب، يعني لو يوم انا عندي فيه شغل او مشغول او كده مش هعرف ابذل زي ما قلت لحضرتك مجهود ان انا احرق الحاجه اللي اكلها، باكل حاجه زي ما هند كده قالت ما فيهاش نشويات او ما حاجه ما تخنيش. وبحاول على قد ما اقدر ما اقعدش طول اليوم لو انا مشغول، ان انا بفضل طول اليوم مثلا جعان واجي مره واحده اول ما ارجع البيت ابقى جعان، ببقى طول اليوم مش واكل، برجع طبعا ببقى جعان فبضطر اكل كتير. دي من ضمن الحاجات برضو اللي كانت بتزود لي وزني. طب انت دلوقتي لو حد بيتفرج علينا تنصحه بايه؟ حد عايز يخس، ايه اول نصيحه تقولها له؟ اول نصيحه ان يعني انا نفسي اي حاجه عايز توصل لها يعني اعرف ان ممكن توصل لها، عشان انا كنت بقعد اقول ان انا مش هقدر اوصل، مش هعرف، انا حاولت ما عرفتش. كل واحد يعني عنده اراده يحاول يطلعها باي شكل. لا دي نصيحه حقيقيه كده عشان اعرف ما اكلش الاكل اللي انا بحبه كده يعني. خليك دقيق في النصيحه عشان في ناس بتموت نفسها عشان تخس. ما يضعفوش قدام الاكل بسهوله عشان في حياتهم عموما شكلهم اللبس اللي هم عايزينه. برضو انا كان في لبس كتير بيعجبني ما كنتش بقدر اشتريه. يعني يحفز نفسه طول الوقت، يحفز نفسه طول الوقت. لا اي حاجه، اي حاجه ليها يعني يحس انها تحفزه على انه جسمه يبقى حلو يحاول يحطها في دماغه، هيكره حاجه اسمها اكل. او هياكل بكميه قليله او حاجه ما تزودلوش وزنه. هند تنصحيهم بايه؟ كذا حاجه، دي روشته كده خصوصا احنا داخلين على شهر رمضان. بصي اول حاجه لو انت لسه ما خدتش القرار خد القرار النهارده، ما تسوفش وما تاجلش عشان ده بيحرق في عمرك. تاني حاجه الحاجه حط نفسك في المود، يعني ايه؟ يعني من الحاجات اللي كنت بعملها طول الوقت ان انا كل ما ببقى فاضيه بفتح اليوتيوب واجيب فيديوهات للناس اللي خست ارقام كبيره، وفي امريكا وبريطانيا بتلاقيهم خسوا ارقام مهوله بالدايت والرياضه، كنت قاعده اتفرج عليهم طول الوقت. يعني زي حاطه نفسي في المود ان انا قادره اعمل، ما غيري بيقدر انا كمان هقدر. وابتدي اشتغل كل يوم اعمل خطوه في سبيل ده. الخطوه دي بقى ان انا ممكن اشرب ميه زياده، ان انا امنع المياه الغازيه، ان انا مش هعدي من ناحيه الكشك اللي فيه الحلويات النهارده وهمشي من الناحيه الثانيه عشان ما اجيبش الحاجه اللي انا بحبها، وافضل اقول لنفسي انا قادره ان انا هعمل. هو انك طول الوقت تكلمي نفسك انا قادره ان انا اخد الخطوه دي. بس تفتكري احنا بنتربى غلط؟ احنا كل ثقافتنا وكل عاداتنا مرتبطه بالاكل؟ ده حقيقي. شم النسيم اكل، رمضان اكل، عاشوره اكل، العيد اكل، في المياتم اكل، وفي الافراح اكل. فده حقيقي. وكل بقى ما كانت ريحه الاكل سمنه بلدي وانت فاهمه كده بتبقى احسن. ده انا ريقي جري. اسكتي ما تفكرنيش. ناخد نهاد على التليفون. مهاب، انا اسفه، مهاب. الو الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا مهاب، اهلا وسهلا. الحمد لله تمام، اهلا بيكم. اتفضل يا مهاب. انت عايز تخس؟ نعم. عايز تخس؟ لا انا عايز اخس، انا عايز اشكر البرنامج ان هو وصلني بصاحبي اني بحاول اتصل بيه بقى من امبارح مش عارف اوصل له. انت بعد ما خسيت بقى الظاهر تقلدت على اصحابك ولا ايه يا كمال؟ لا 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 يعني ممكن تقول لا لا بصراحه والله العظيم يعني كمان بامانه والله مش عشان البرنامج، هو صاحب اراده عاليه جدا جدا جدا. طبعا بامانه والله العظيم. لا انا صراحه اتبهرت لما شفت الصور، انبهرت يعني. الصراحه هو كان يعني صديق اول ما تعرفت عليه من اول يوم بقى اخ ليا وصديق والله. انت كنت تعرفه من زمان من وقت ما كان وزنه زايد؟ لا انا عرفته كان خاسس عن الشكل اللي انا شايفه بيه دلوقتي في المباشر ده. انا متصل عشان اقول له ان انت تخنت عن اللي انا شفتك فيها كمان. وبرضه ده انا كبرت قوي. لا تمام اوكي. تحب نعم تحب تقول له ايه تاني؟ اتفضل. لا اقول له ايه، والله العظيم هو اللي كان بينصحني والله العظيم، يعني هو من صاحب الاراده بتاعته، يعني الصراحه هو اللي عودني على ان انا ابقى واخد مكان في حياتي في الاراده، ان انا احط الهدف وانتظر حتى لو قدام مني سنين استناه كده كده هيجي لي لحد الاخر.
وهو وصل لأهداف كتيرة بسم الله ما شاء الله عليه وربنا يحفظه فيها والله العظيم. لما بيستنى حاجة فعلا بتستنى عليها، يعني هو كان المثال الحي للإنسان لما يستنى على حياتك واستنى لهدفك على حاجة معينة هتوصل لها بأمانة. تمام، ميرسي جدا جدا لتليفونك يا مهاب، ألف شكر. ده كلام كبير جدا اللي بيتقال عنك ده يا كمال. وشفت الواحد يعني انت دلوقتي احساسك بقى ده بيفرض عليك طبعا نوع من المسؤوليه انك انت اصبحت مثل وبتلهم ناس كتير قوي حواليك. دي من ضمن الحاجات برضو اللي بتخليني ان انا يعني عمري ما هرجع تاني للوزن ده. ان انا يعني في ناس كتير من زمايلي بقوا واخدين يعني من زمايلي اللي وزنهم زياده واخدين قدوه في الموضوع ده. ساعدت حد ان هو يخس؟ ولحد الان في ليا زمايل معايا في الجامعه لحد دلوقتي مش عارفين يعني زي ما هندات كانوا بيقعدوا ايه ما بياخدوش القرار هخس بكره بكره هنزل جيم ويكسلوا. في يعني انا ليا زميل وعارف دلوقتي واكيد سامع ان انا بتكلم عليه باخده كل يوم بالعافيه. انا بنزله وبخليه يجري بالعافيه حتى لما بيتعب بخليه يجري عشان احاول اخليه يخس باي شكل زي ما انا كنت باجي على نفسي. نجحت مع حد؟ نجحت مع حد من ولحد صحابك؟ الان يعني ممكن نص الطريق خدت معاه يعني وصلنا لنجاح شويه انا وهو. وحد من صحابي طبعا كان فعلا من صحابي كان قد جسمي ده مرتين. كان طول الوقت يعني انا وهو كنا بننزل نمشي مسافات كبيره جدا ممكن مدينه نصر لحدائق القبه كده مثلا نجري جري. مهم بعض. انك انت تعمل لنفسك صحاب ليهم نفس الاهتمامات عشان تشجعوا بعض كتير قوي يعني بقول لحضرتك زمايل ليا كتير قوي بفضل يعني بنشجع بعض يعني هم بيبقوا مكسرين بنزل حتى لو انا حاجه مش عاملها غير موضوع خسانه هم بنزل معاهم عشان اشجعهم من الحاجات دي. حتى لو هما بيكسلوا بضطر انا يعني بنزل بالعافيه بخليهم زي ما كنت باجي على نفسي كده زمان كنت بكسل او كنت باجي على نفسي ساعه ما كسلت في الثلاث شهور. ميرسي جدا لوجودكم النهارده معايا، اكيد ناس كتير جدا اتشجعت وعرفت ان حلم الرشاقه او مش موضوع الرشاقه ان انت تبقى في الوزن المثالي المناسب ليك والمريح بالنسبه لحياتك ده حلم ممكن باي طريق، مش عيب ان الواحد يلجا للطرق الجراحيه او الطرق المساعده، لكن لو ما تقدرش او عندك سبب يمنعك او قدرتك الماديه لا تسمح لك بذلك في معانا النماذج قدرت ان هي تعمل ده ووصلت من يعني ارقام فلكيه جدا في الوزن لارقام هايله وهم قدامنا نماذج حيه، فاوعى تفكر انك انت ما تقدرش. ميرسي جدا لوجودكم نورتوني النهارده سيداتي يا نساتي. فاصل وهترجع ليلى بفقرتها. مساء الخير، مساء الجمال على كل متابعين قناة دريم اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. طبعا النهاردة ضيفة جميلة، ضيفة مبدعة، ضيفة تفرجنا على أعمالها وعلى حاجاتها الجميلة. النهاردة طبعا هتكلمنا عن مشوارها الفني وهتكلمنا على حاجات كتير هي مخبيها بس هتستعرف بيهم ليا أنا إن شاء الله النهاردة. الفنانة الجميلة النهاردة اللي معايا ياسمين كساب، أهلا وسهلا بيك منوراني. ميرسي حبيبتي، الجمال ده أنت اللي حلوة. هبتدي من فين؟ زي ما انت عايز. زي ما انت عايز. منوره طبعا ياسمين. ياسمين في البدايه عايزين نتكلم نعرف الناس مجال التمثيل ازاي دخلتي، وهو مجال طبعا صعب وشيق جدا، يعني حبك او في حد كان بيشجعك؟ انا اول حاجه انا عارفه انه انت مامتك هي اكتر حاجه اللي بتشجعك. هو البيت كله يعني بس اكتر واحده مامتك هي الام بصفه عامه اللي بتكون متعلقه ببنتها فبتشجعها على الحاجه اللي هي بتحبها. والله كان ابويا مش امي يعني. والله مامتي كان بابايا يعني، كنت دايما يعني انا صاحبه الاب انت عارفه برضو البنت. طب طب فكان بابا اللي كان دايما بيشجعني. حلو، كلمينا بقى عن مشوارك ازاي ابتدى. ابتديت اعلانات وبعدين قعدت شويه عشان ما كانش عندي حد في الوسط الفني ومن الاعلانات طلعت بقى ابتديت رحت درست دراسات حره للتمثيل وبعد كده دخلت بقى اشتغلت. طبعا احنا ميسره انت عارفه طبعا ما احنا هنتكلم على كل حاجه. فهي جت من الاعلانات وابتديت الاول برامج حاجات مقالب كان مع الله يرحمه استاذ حسين الامام الله يرحمه وبس وابتديت بقى واحده واحده لحد ما دخلت مثلت وكده. هو كان اول عمل سينمائي ليكي كان مع المخرج الكبير خالد يوسف في صحيح. فيلم حين ميسره. كلميني بقى عليه انا ده بقى الدور ده جالك ازاي؟ هو يعني الدور صعب شويه صح؟ هو الفيلم كله فيلم صعب يعني كان على المشاهد. هو فيلم
يعني عمل ضجة كبيرة جدا في الوسط الفني أو في عموما حتى في الحياة العامة. الفيلم أنا كنت على طول كان نفسي أشتغل أصلا مع يوسف شاهين الله يرحمه زو الله يرحمه. فما لحقتش أو ما لحقتش حتى أشوفه. فكانت الفكرة أن أنا يوسف شاهين كان الاثنين مرتبطين ببعض فاهمة. فكان هو بيحضر قبليها الفيلم وبعدين رحت له فقال لي أنت صغيرة فقلت له كان بيحضر ويجا فبعدين قال لي بس إن شاء الله هشغلك معي. فجيت بقى أن أنا فضلت أتابعه لحد مجال الدور في حين ميسرة. هو ما كانش كبير بس كان قوي جدا وعملته وكانت تجربة بالنسبة لي حلوة. وما كانتش أول مرة أشتغل مع خالد يعني كنت اشتغلت ده وبعدين اشتغلت مرة تاني مع خالد. حلو جدا. حلو. أنت عارفة أنا بكلمك دلوقتي وجاي في بالي لقطة كده أن أنت إنسانة بتحبي وبتضحي جدا من كتر ما أنت بتضحي يعني بعتي الناس كلها عشان الفنان الجميل دورك معاه محمد رمضان طبعا الأسطورة حب قاتل بصراحة. يا صراحة كلميني عن دورك مع محمد رمضان. محمد رمضان هو المسلسل بصي هو انا محظوظه الحمد لله الحمد لله يعني انا محظوظه ان انا كل الحاجات اللي انا اشتغلتها كلها حاجات مميزه وان كانت مع نجوم او مخرجين أو يعني فكان طبعا مسلسل مهم مسلسل الاسطوره. كنت بتحبي وقتها الفنان جلال الزكي. جلال الزكي بالظبط. مش عارفه انا تاني مره ولا تالت مره بحب جلال الزكي معلش يعني لا فعلا اشتغلت برضو انا وجلال ثلاث مرات وقفنا قدام بعض. كان شخصيتي بلعب شخصية زينب النمر أخت عصام والعائلة اللي محدش بيحبها خالص. وكانت كنت بلعب دوري قدام جلال الزكي. والمسلسل طبعا عمل مهم جدا وكان فيه نجوم كبيرة ومخرجة ويعني بصي فمبسوطة طبعا أنا شاركت في عمل زينب. كان ليه نقلة كبيرة في حياتك؟ بصي يعني طبعا هو نقله بس عشان كان في قبلين نقلات. فهو انا بقول لك كل عمل بيوصلك لحته معينه. فهو كان من طبعا هو من وصلني لحته مهمه طبعا. بس كان في قبليه شربات لوز وفي فرح ليلى في شارع عبد العزيز في دوران شبرا. ففي كان كل عمل من دول فعما كانت محطه بالنسبه لي. فطبعا عمل مهم. ايه اكتر دور انت حبيتيه؟ ما بتفكريش كتير انت بتعملي كده كده معناها بتبقى في كذا دور. عارفه بفكر ليه؟ لا عشان كل الادوار تقريبا فعلا كل الادوار بحبها. ماشي بقى انت كل الادوار بتحبيها بس بتلاقي دور كده شدك دور انت فعلا عشتيه. اصل انا بحب الحاجات الصعبه فاي دور صعب انا لعبته انا بالنسبه لي بحبه. يعني زينب حبيتها دوران شبرا عشان كنت عامله من بنات عارفه انا الحاجات اللي هي مش انا بتهويني بتبقى عندي تحدي بيني وبين نفسي ان انا ايه انا هعمله وهعمله كويس جدا ده انا هعمله ياسمين ايه الدور اللي ما عملتيهوش وتحلمي انك تعمليه؟ انا نفسي اعمل دور استعراضي والله. طب خديني معاك والله تعالي انا قوي بجد نفسي في حاجه فيها مزيكا ورقص من محبين يعني انا بحب الرقص وبحب حلو جدا تصدقي يعني انا عايشه مش رقصي بس مش عشان بس الناس ما تقولش رقص شرقي لا يعني هو الرقص عموما فاهمه ان الرقص في رقص كتير مختلف مش بس الرقص هو الرقص الشعبي لا. طيب كلميني عن يعني مسلسل رأس الغول الله يرحمه يعني الله يرحمه طبعا يعني قدام الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز الله يرحمه لا ما تعيطيش ابوس ايدك ده انا بقالي شهر لا انا هقول لك على حاجه الله يرحمه وسامحه هو من اكتر الممثلين انا فعلا كان نفسي اشتغل معاهم وفعلا كان نفسي اتمنيتها واتمنيتها ولما جالي فعلا الدور انا ما كنتش مصدقه نفسي وبعدين قلت لهم طب انا مش عايزه اشتغل بس في العمل انا عايزه اشوفه ان انا ما كنتش عمري شفته في حياتي واحنا اتربينا عليه طبعا انت دموعك دي باينه يعني انت بتحبيه جدا 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 كل الناس بتحبه. ايه احساسك ولما كنت انت واقفه قدام لما الاول وانا في الشركه بمضي انا سمعت صوته وانا في الاوضه اللي جنبه فانا ما كانش عاجبني ان انا هعمل دور ما كانش كبير كان 7-8 حلقات في العمل فكنت قاعده بقول لهم لا انا عايزه يعني الدور يكبر شويه سوري اجيب لك ميه طيب لا تمام فبعدين انا سمعت فقلت لهم طب خلاص انا اروح اسلم عليه الاول
فعزيزه ابنه ربنا يخليه، فقال لي ايه طب اصبري طب انا ماشي هدخلك. فالمهم انا دخلت قعدت معاه، انا لما دخلت انا ما فكرتش غير ان انا داخله ببص له كده وانت حضناه على طول على طول. فهو ضحك قعد يضحك كده، وبعدين قعدنا نتكلم، انا قاعده له عامله له كده، قلت له على فكره انا مبسوطه ان انا قاعد ان انا شايفاك قدامي، انت عارف ان رأفت الحجان وقاعده بقى بعيني. أيوة طبعا. فقال لي بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا عارف ان الدور صغير مش كبير، بس والله وكلمه والله دي بالنسبه لي اصلا قال لي بس والله دور مروه مؤثر جدا، وبالنسبه لي انا دور مهم ان هي ست. انت كنت زوجة فؤاد بالظبط، وكانت شريره اللي هي مش فارق معاها غير نفسها، عارفه الست اللي هي ممكن تعمل اي حاجه بس المهم انا اظبط حالي. ايوه. فهو قاعد قلت له بص انا هعمله بس انا لازم اقابلك، قال لي انت هتقابليني وهتشتميني وهتزعقي لي. طبعا حاجه صعبه. وقابلته فعلا، وكان عندي مشهد بزعق له فعلا، وصوتي مش عايز يطلع. وبعدين هو عشان يكسر الخوف ففي البروفا طلع من المشهد، وبعدين قام فاتح الباب قام رامي افيه، فاحنا كلنا قعدنا نضحك، فانا حسيت ان انا في سخونيه طلعت من جسمي خلاص، فانا ارتحت. فكانت ما حاجه ده مهم جدا، من اهم الحاجات اللي انا عملتها في حياتي ان انا وقفت قدام استاذ محمود عبد العزيز رحمه طبعا. الله عليه. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. طب قولي لي ايه، احنا خلينا نروح بقى لموضوع تاني. وطر ناس كتير، ناس كتير بتسال، هو يعني زي موضوع مثلا مريم فارس اتجوزت جوزها ما مش معروف مين هو، فاهمه ازاي؟ لا يعني فانت بقى اتجوزتي ومش عارفين بقى اتجوزتي ولا ما اتجوزتيش، والناس مش فاهمه حاجه، يعني ايه الموضوع وهو جوزك مصري ولا اجنبي؟ لا هو انا فعلا اتجوزت يوم 27/10 الشهر اللي فات. جوزي كان دكتور تجميل، هو من موسكو. وهو ما كانش كان من روسيا. روسي؟ علمك كم من كلمه كده يعني شويه بس؟ لا لغتنا احلى لغه في العالم طبعا. فبعدين اتجوزنا فعلا، وهو ما كانش مسلم، هو اشهر اسلامه في الازهر الحمد لله الحمد لله. وبعدين ما حصلش نصيب بسبب ان هو انا اكتشفت ان الاسلام ما كانش اسلام حقيقي ولا مسلمة. يعني انت يعني هو لما دخل دين الاسلام دخله عشانك بس مش عشان ومع اني في بالظبط، ومع اني في الاول قلت له ان دوت ما ينفعش عشان حرام، وقال لي لا طبعا انا مقتنع وانا. وبعدين بعد الجواز حسيت ان في حاجات، عارفه في حاجات من الاول بتبين لك انت العلاقه دي هتنفع او مش هتنفع. وكان الموضوع كانت مشكلتي وسبب انفصالي ان هو مش هيبقى على ديني او مش هيبقى مسلم حقيقي يعني. فقلت لا، اعترضت وقلت لا ان احنا ننفصل احسن. ده اكتشفتيه يعني بعد الجواز؟ بعد الجواز. يعني انتم تقريبا ما عدتوش مع بعض كتير؟ ثلاث شهور. يعني ثلاث شهور ما قدرتيش تعرفي قبل كده انه هو هيتجوزك، يعني هيتجوزك مثلا هيدخل دين الاسلام فعلا ولا هو عشانك؟ طب ازاي عرفتي بعدين انه هو ما كانش داخل دين الاسلام، يعني داخل دين الاسلام بس عشان يتجوزك؟ بصي يعني قبل الجواز احنا بعد ما عملنا الاشهار رحنا صلينا مع بعض، وهو اللي كان بيطلب يلا نروح نصلي الجمعه، وكنت بقعد اعلمه كده، وكان يقعد يقول لنا لما كنت في تركيا كنت حبيت الاسلام من هناك وان الناس. فبعد الجواز لقيت ان في حاجات كتير، يعني انا رافضه، احنا عندنا في الاسلام الامار حرام، في حاجات كتير يعني حرام بالظبط. فانا اكتشفت ان في حاجات من اللي انا حتى اتكلمت معاه فيها لقيت ان هو مش هيبعد عنها ومش هيبطلها. فانا قررت ان انا انسحب بدري قبل ما يكون في بيبي او حاجه. طبعا وانا اخترت رب يعني. وبعدين لما تحطيني في وقت تقولي لي طب لا لو بتحبيني اعملي، لا الحب ما بيجيبش حد لتحت، الحب بيطلع الناس لقدام. فانا لا فطبعا ربنا وديني، انا عندي دي احلى دين في العالم طبعا. يعني الحمد لله الحمد لله يا رب نعمة الحمد ربنا. فبالظبط فعشان كده كان ده سبب الانفصال. ناس كتير طبعا قعدت تفتي، ربنا يبعت لك اللي احسن منه طبعا ان شاء الله. طيب خلينا نروح، ايه اقرب حاجه ليكي، السينما ولا التلفزيون؟ السينما طبعا. السينما التلفزيون مال؟ لا التلفزيون حلو وكل حاجه، لا مش قصدي ان هو ماله، السينما تاريخ. انت لو بتعملي حتى مشهد
في فيلم انت ضامنه ان انت اولاد اولادك يتفرجوا عليه فاهمه. لكن الفيديو انت الاعمال كل سنه بيجي اعمال جديده فالاعمال ما بتبقاش زي السينما. الاعمال وبالنيات. الاعمال وبالنيات طبعا. الاعمال وبالنيات حسب ما نوى طبعا. ياسمين مين اكتر حد في الوسط الفني بيدعمك؟ في الوسط الفني. لا هو انا صراحه من الوسط الفني ايهاب فهمي صديق واخ عزيز، وانا من الناس اللي فعلا يوم ما ياسمين بيكون عندها اي ازمه في اي حاجه صراحه الله يبارك له هو من ده اللي اقول لك عليه من الوسط الفني. لكن مفيش حد. لا مفيش حد. نو. ربنا بقى بيدعمني ومجهودي في شغلي. لكن اي حد تاني لا مفيش. طب قولي لي ياسمين، قولي لنا بقى وفضفضي وطلعي كل اللي في قلبك كده وما تخبيش، ما تحطيش حاجه في قلبك. ايه اعمالك اللي جايه؟ هتعملي ايه في حاجه في رمضان كده على جنب مش لسه ما قلتيهاش عايزه تقوليها لحبيبتك ليلى؟ فمفيش مشكله. اخ لا يعني السنه دي انا رمضان ده مش داخله حاجه دراما. انا كان نفسي اشتغل مسرح و بحضر المسرحيه اسمها على مهلك بس بسرعه. اسمها على مهلك بس بسرعه. مع المخرج رأفت سليمان، وانا مبسوطه بالخطوه دي في حياتي. انا بالنسبه لي المسرح هو الممثل، فكان هو تحدي ما بيني وما بين نفسي، وان انا اقف على خشبه المسرح. فانا ده اللي انا دلوقتي مشغوله فيه وبس بحياتي بقى رياضه وبتاع. قولي لنا بقى على سر رشاقتك. ايه احنا قلبنا هنود كده. لا بصي يعني انا بلعب رياضه من زمان. سوري يا جماعه. عندك كام سنه؟ لا خدي راحتك. انا بلعب رياضه من وانا تقريبا عندي، انا كنت بلعب باليه وانا صغيره وبعدين وقفت وابتديت. كان عندي اخويا الكبير بيلعب سباحه وبوكسنج، فانا طالعه عندي جزء في البيت. فعندي جزء في البيت اللي هو فلعبت رياضه وانا عندي مثلا 11 سنه حاجه كده. فانا من الرياضه انا بحبها، يعني بحس لو انا بطلتها في حاجه ناقصاني، في حاجه مش طبعا الرياضه دي حاجه اساسيه بالظبط. ومخلياني كده عامله زي الفراشه. انت اصلا فراشه وعسل. فانا الرياضه ما اقدرش استغنى عنها. حلو جدا. ياسمين للاسف الوقت خلص وفي حاجات كتير كنت عايز اسالك عليها بس يلا هقول لك عليها بعدين. خلاص بيني وبينك معلش بس. احنا دلوقتي اصحاب فانت طبعا هتقولي كل اللي في قلبك طبعا مش هتخبي لي حاجه مش هتخبي حاجه. طيب ياسمين كساب نورتيني طبعا، اتمنى لك التوفيق واشوفك يعني لمعه كده يا حبيبتي. ثانك يو على طول. شكرا لذوقك وشكرا انا شكرا لدريم وشكرا لكل الكرو، وانا مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده حبيبتي. وشكرا ليكي على وجودك معانا. شكرا. ممكن اشكر كل السوشيال ميديا، كل اصحابي على السوشيال ميديا. اتفضلي. عشان النهارده كلهم صراحه الناس تدعمني جدا، وان كان على انستجرام او فيسبوك او كل السوشيال ميديا صراحه. للاسف انت عارفه جو تليفونات كتير بس ما عرفناش. مش مشكله احنا حاسينكم بقلبنا. ميرسي جدا يا ليلى. ميرسي ليكي. ميرسي ليكي. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا وان شاء الله اشوفكم على خير بكره.